معلش يا جماعه صباح الخير. النهارده ان شاء الله هنبدا الجزء الثاني كده. صوتي واصل ورا كويس؟ طب هدوء عشان تسمعوا كويس. احنا بدانا المره اللي فاتت في جزء البرين في الاناتومي، فهمتوا كويس ولا كان في حاجات واقعه مننا؟ نعم، دورة دموية. أنا جزء فيها اللي أنت ما فهمتوش؟ تمام. إحنا قلنا لما في السيركوليشن بتاعت البرين اللي دورة دموية بتاعته بتعتمد على جزئين، جزء أمامي وجزء خلفي. الجزء الأمامي بيجيله الدم الرئيسي من شريان اسمه الانترنال كاروتيد أرتري، ده طالع من الأورطة، بيكون من كاروتيد بيتقسم اكسترنال وانترنال. الاكسترنال بيغذي معظم الوش من بره، والانترنال هو اللي بيدخل جوه البرين وبيغذي البرين. بيفضل يدخل ويتقسم لحد ما يتقسم في الاخر برانشين كبار، انتيرور وميدل سيريبرال ارتري. تمام، ده الجزء اللي قدام، مش هتعرف فيه اكتر من كده، ان في برانشات بالهبل مش هتعرف تقسميها. الجزء اللي ده هيغذي الجزء الامامي من المخ، واحنا كنا عاملينها رسمه بالوان، كل اسم ارتري بيغذي انه جزء في البرين. الجزء اللي ورا بيطلع اثنين فيرتيبرال ارتري، دي برانشات برده من الاورطه، الاثنين بيبقوا واحد بعد كده اسمه بازيلر ارتري بيطلع يغذي الجزء الخلفي من المخ، واللي هو السيربيلوم اللي هو مخيخ، والبرين ستيم اللي هو جذع المخ باجزائه. دي الدوره الدمويه بالنسبه للشرايين. يعني انا مبسطه خالكم، بتجتمع كلها في حاجه اسمها سيركل اوف ويلز، دي اللي هي الكونكشن ما بين الاماميه والخلفيه، بحيث ان هي لو حاجه سدت يبقى في كولاترال او حاجه بديل تفتح وتغذي الجزء اللي مات من المخ ده كده. تمام ولا في حاجه تاني بالنسبه للمحاضره اللي فاتت؟ تمام. النهارده هنبدا بقى في الباثولوجي، دور السي تي والام ار في ان احنا نكتشف امراض المخ. تمام، وانا فيهم احسن، يعني كل مرض بيبقى فيه حاجه مثلا لا ده السي تي افضل، ده الام ار افضل فيه، فدي حاجه برده احنا نبقى عارفينها، ايه اللي محتاج كونتراست، ايه اللي مش محتاج كونتراست، دي حاجات احنا بنقابلها على طول. امتى بنحتاج نحمل سي تي وام ار في البرين؟ الامراض اللي احنا بتجيلنا على طول اكتر فحص بيتعمل هو البرين، اكتر حاجه بتطلب سواء بكونترست او من غير كونترست في السي تي وفي الام ار. اشهر حاجه بتجيلنا الاستروك، واحد يجي يقول لك ايدي منمله، عنده تقل في جنبه ما بيتحركش، التروما، الحوادث كلها لازم نحمل سي تي برين. اولتر سنسوريوم ونيورولوجيكال ديفيسيت اللي هي الحاجات اللي بيجي فيها يقول لك عندي تمييل مش حاسس جزء من جسمه. السيجر اللي هي التشنجات، والهيدك صداع، اشهر حاجه بتجي لنا صداع سواء برين او باراليزر ساينس. انا عرفت انتوا اخدتوا في الفيزيكس المره اللي فاتت السي تي والام ار الفيزيكس بتاعه، احنا مش هندخل في الفيزيكس، احنا هنقول كلمه بسيطه بس عشان نبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي معانا. هو السي تي بيقول لك ان هو عباره عن اكس راي زي جهاز الاكس راي الصغير، بس ده هو حاجه كبيره وبيطلع اكس راي كتير، بيعدي جوه التشو بيطلع على حاجه ثانيه من ناحيه اسمها ديتكتور بتلقط الاشعه اللي طالعه من الجسم. حسب الجسم ده النسيج اللي بيعدي فيه، في نسيج بيبقى دنس قوي فبيمتص اشعه كتير فبيعدي حاجه بسيطه زي البون فبيطلع لونه ابيض. في حاجه ثانيه بتبقى زي اللنج فيها اير او اي جزء يعني هنشوفه فيه اير، هيعدي فيه مش تقريبا مش هيبذر بالحاجه بسيطه وهيعدي الناحيه الثانيه على ديتكتور فتطلع الصوره لونها اسود. وزي ما بقول لك برده هنا ان هي ميزتها عن الاكس راي، ما هو اكس راي بس ميزته ان هو ما فيهوش اوفرلاب. احنا مشكله الاكس راي عندنا ان في اوفرلاب، الصوره راكبه على بعضها فمش بنقدر نطلع ديتيلز كويسه. الميزه الثانيه ان احنا بنعمل ريكونستراكشن للصور فتبقى 3 دي قدامنا، تبقى صوره مجسمه. كده احنا عدينا مراحل كبيره الاكس راي ان احنا شفنا تشو وشفنا الصوره قدامنا مجسمه ما فيهاش اوفرلاب. زي مثلا لو عندنا ستون في ابدومين، فاحنا شايفين حاجه فيها كالسيفيكيشن بس احنا مش عارفين دي من جول بلادر ولا من الكدني، السي تي هيحلها لنا خلاص، احنا هنبقى عارفين في انهي جزء بالظبط. احنا هنشتغل بالبوينتر من اللاب مش تمام. هو نفس المنظر اللي اتكلمنا فيه دلوقتي، ان هو البيشنت اهو بيبقى نايم، بيبقى فيه اكس راي طالعه من الناحيه دي وديتكتور بتلف من الناحيه الثانيه، بيلفوا هما الاثنين مع بعض في نفس الوقت بحيث ان هو يلقط الصوره على طول. ونحن بنطلع صوره اكزيال وكرونال وساجيتال. مشكله اي فحص سي تي او ام ار او اي فحص في الدنيا ان في حاجات ممكن تعملها ارتيفاكت بوظ شويه الصوره. رقم استريح. من اشهر الحاجات اللي بتعمل ارتيفاكت في السي تي الحاجات المعدن الميتال والكونترست نفسه وحركه العين.
حركه العيان بيقول للعيان ما تتحركش وثبت النفس والكلام ده كله. في حاجات مش هيتغلب عليها زي الكونتراست مثلا، زي ما احنا شايفين في الصوره اللي تحت كده، الكونتراست المتاخد يعني مغطي على الحته اللي حواليها تقريبا، لو في ليجا ممكن ما يبانش. تمام. والميتال لو حد بقى حاطط حشو في اسنانه، حد مركب كليبس، اي حاجه فيها ميتال هتعمل برضو ارتيفاكت حوالين، مركب مفصل، الكلام ده كله بيعمل ارتيفاكت. هنا هعيد نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، ان احنا السيتي بالنسبه للهيد عموما نستخدم اكس راي، هنأسس بيها، هنفحص حد في حوادث، هيد انجري، سيفير هيدك، ديزنس، دوخه، او عنده اعراض احنا شاكين فيها ان في انيوريزم، او انيوريزم احنا فين هو التمدد في وعاء دموي يعني، او ستروك او برين تيومر. وبيقولنا برضو ان احنا ممكن نستخدمها، ان احنا دكتوره علا قالت لكم اللي هي راديو ثيرابي، لو احنا هنعمل بلاننج او تخطيط للبرين او لاي جزء احنا هنعمله راديو ثيرابي، نعمل تخطيط عشان نعرف انه جزء هنديله الاشعه ونتجنب الاجزاء اللي جنبها عشان ما يحصلهاش حاجه. بركم استريح. هو برضو بيقول لنا هنا ان هي في حاجات الامرجنسي، ان هو فحص سريع وسهل، فسهل ان احنا نستخدمه في الامرج، غير الام ار. الام ار مشكلته ان هو فحص طويل، بياخد وقت طويل جدا، فما ينفعش في حاله ارجنت. نفس الكلام احنا بنقدر من السي تي ان احنا نستخدم الجوريزم مختلفه، بحيث ان احنا نشوف البون، نشوف السوفت تيشو، ونعمل اللي هي الويندو، ونشوف برضو اللي هو الاجزاء الكورونا والريكونستراكشن، ونعمل 3 دي ايمج. هو الصوره هنا بيبين لنا البلان اللي احنا ممكن ناخدها في السي تي، اللي هي الاكزيال والكورونا والسجده، واحنا عارفينهم ان هم عباره عن ايه بالظبط، بنشوف فيهم ايه او بنشوفهم ازاي. يبدا يقول لنا هنا بقى ايه الحاجات اللي هتاخد كونتراست في السي تي، يعني امتى العيان ده هنقول اه ده فعلا محتاج كونتراست او لا. لو عيان جايب هيدك عادي اول مره، لا مش هنديله كونتراست. لو عيان شاكين هي ستروك، جايب لاج مش زي ما احنا قلنا كده، مش حاسس بدراعه او رجله او اي حاجه من دي، تنميل، حادثه، كل دي مش بناخد فيها سبا، دي بتتعمل نون كونترست على طول. الحاجات اللي بنعمل فيها سبا، واحد عنده سيجر، احنا شاكين ممكن تبقى فيه حاجه فيها انفلاميشن، في تيومر في المخ، حالات الانفكشن زي المينينجايتس، ما ينفعش ان العيان شاكك في مينينجايتس والدكتور يبعته لي يقول لي اعملوا لي وزود كونترست، هو مش هيستفاد من الفحص حاجه. الفينوس اتفضل. لا بطن حاجه ثانيه، بتكلم على المخ. اللي لو في عندنا تير، حاجه قطع في الكبد، في الكلى، كل الحاجات اكسترا فازيشن دي لازم كونتراست، مش هينفع من غيرها. احنا كبرنا، احنا في السونار احنا هنشوفه وهنقول ان في كولكشن، ما استفادش العين، فيه هيماتوما حوالين اي حته، في حته هيتروجينس في الليفر، حتى شكلها مش حلو في الليفر، لكن عشان نشوف الاكسترا فازيشن، ان الدم طالع المواريد مقطوع او في قطع في الانسجه نفسها وبتقوز بتخر يعني، لازم نعمل دي كونتراست، مش هيبقى من غيرها. فده وضع مختلف يعني غير البرين. البرين احنا اهم حاجه لازم نعرف بعد كده احنا عايزين في حته فيها كونتيوجن، حته متعوره، او في هيمولوجي باماكن مختلفه وبس، وفي فراكشر وبس، مش هنحتاج تفاصيل اكتر من كده. لا اصل غالبا بيبقى الحاجات دي بتبقى نتيجه كونتيوجن غالبا، هو لو محتاج حاجه اكبر من كده بعد كده هنعمل سيتي انجيو، بس هو العين جاي لي دلوقتي مش هعمل له انجيو، هعمل له بلين سيتي، مش محتاج اكتر من كده يعني. احنا بنحتاجها اكتر في حته السب اركنويد هيموريدج، زي ما هنعرف ان احنا معظم الموست كومن كوز السبب الرئيسي انيوريزم، انيوريزم وفرقع. فالانيوريزم وفرقع ده هشوفه ازاي؟ انا هشوف في هيموريدج بس في البلين، فلازم اعرف هو فين عشان يدخل بكليب بعد كده يقفله. الاسباب الثانيه برضو في الفينس ثرومبوزس، التيومر، زي ما احنا قلنا بقى لو حاله فيها ستروك او هيموريدج في البلين سيتي وشكيت فيها، حاسس شكلها مش مريح او عايز اعرف ايه السبب بعد كده، فاعمل لها ويز كونتراست، او فوكال اديما، حته في المخ كده فيها ارتشاح، لو خصوصا لو فوكال مش جنرالايز، جنرالايز مش بشك في حاجه، بيبقى حاجه سيستميك يعني حاجه في الجسم كله، لكن الحاجه فوق اللي بقى فيه سبب في الحته دي هو اللي عامل الاديما، فدي لازم اديها كونتراست عشان تبان، لو تيومر او حاجه هتبان. ده منظر برده هنا البلين سي تي في الصوره اللي هنا، وهنا بعد الكونتراست هنا الفيسل نفسه نور، فلو في اي ليجن اي تيومر بيبقى هايبر فاسكولار بياخد دم كتير، فهيبان احسن في الكونترست. نفس الحكايه هنا برضو، فرق ما بين الصوره اللي هي البرين ويندو اللي بنشوف فيها التيشو بتاعه البرين، والبون ويندو، عايز اشوف بقى تيومر طالع من البون، عايز اشوف لو في ماس مثلا ورم اثر على المخ واكل حته من البون، في فراكشر، فهشوف في البون ويندو.
وهنا دي صوره لفيلم السيتي بالمقاطع بتاعتها من فوق لتحت او من تحت لفوق حسب ما هي متصوره. برضو في الفاظ هتلاقي نفسي وانا بشرح لكم بعد كده هقولها، فلازم نبقوا فاهمينها الاول. برضو الايه الليجند ده هايبر، ده هايبو ايزو، هي كلمه هايبو وايزو وهايبر ثابته، بتختلف بقى اختلاف الفحص. في السيتي بنوصفها حاجه اسمها الدينستي، في الام ار الانتينستي، السونار مالكوش دعوه بيه ايكوجينستي، تمام. بنحط قبلها كلمه هايبو او ايزو او هايبر. هايبو يعني اقل في اللون، لون غامق. بنقارن بحاجه ثابته، فحسب كل مكان انا هقارن بيه هكتب ايه الاندكس بتاعه، ريليشن لايه. فمثلا البرين هبقى بالعلاقه بالبرين بارينكما، فايزو نفس اللون، الهايبر لونها مبيض او لونها افتح من اللون اللي انا بقارن بيه. فلو هنا بقارن بالبارينكما بتاعت البرين الوايت والجري مطر، عندنا هنا حاجه كبيره جدا لونها هايبو، بس عشان ده سيتي بيقول هايبو دنس، تمام. الصوره اللي تحت اللون ابيض ده هايبر، هيقول عليها هايبر دنس. هنا بشرح لنا تاني الهايبر دنس بنا تي اف ابنورمالي برايت، لونها وايت لونها ابيض، هنوصفها ان هي هايبر دنس في السيتي، تمام. وهو مشاور لنا هنا ان في جزء كبير انترا اكزيال جوه البرين في الرايت برايتال، تمام، في الرايت برايتال هنا جزء كبير اهو لونه هايبر دنس لونه ابيض، وفي كمان جزء تاني ابيض جوه الليفت فنتركل. كل ده هنشرحه بعد كده، يعني كل ده حصل ازاي لسه جاي بعد كده، بس احنا في جزء بس الهايبو. هنا في ليجن تاني كبير اهو عند جزء اللاترال فنتركل، لونه نفس لون تقريبا الوايت والجري ماتر اللون الاساسي. في حته صغيره فيه ممكن تبقى بقى كالسيفيكيشن او هيموريدج في الايه، في الجزء اللي هو البريف اللي هو الجزء الهايبر ده، لكن هي اساسي كلها ايزو. الهايبو زي ما احنا قلنا اللي هو اغمق، في عندنا هنا في الجزء اللي هو رايت فرونتو برايتر في جزء هايبو دنس لونه اسود، وتقريبا السواد بتاعه بقى قريب من سي اس اف، تمام. وانا بقول لنا هنا الاتينويشن اللي هو الدنسيتي بتاعه البرين احنا بنقسمها من سالب 1000 لحد موجب 1000، اللي في النص عندنا زيرو اللي هي الميه، تعتمد على الدنسيتي او الكثافه بتاعه الماده. كل الماده ما تبقى كثيفه قوي تروح ناحيه الموجب، زي العظم هو اعلى كثافه في الجسم فهيبقى بالالف. الهواء ما فيهوش كثافه تقريبا، الهواء ده حاجه خفيفه جدا، فهتلاقيه ناحيه الماينس خالص في الماينس 1000. الميه في النص، في حاجه بقى اخف منها وفي حاجه اتقل منها. اللي اتقل منها شويه في الدنسيتي البرين فهيوصل مثلا للاربعينات. البلاد اللي هو الهايبر دنس اللي هو اللي بيبدا احنا شفناه ده من 55 ل 75، لما كل ما يبقى كرونيك ولا ما يبقى مزمن الكثافه بتاعته هتقل، فلونه هيبدا يتغير، تمام. هيقل كثافته هتقل، ده ليها علاقه باللي هي الكيمياء بتاعته اللي هي الهيموجلوبين بيتحول بعد كده فكثافته بتقل. الفات اخف من الميه فهتبقى بالماينس، بس في الماينس القليل مش زي الماينس بتاع الهواء. السي اس اف ميه عليها في زيرو، ده هي نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي، اللي هو قال لك ان هي من ماينس 1000 الموجب 1000، الموجب اللي هو الحاجات اللي كثافتها عاليه، اعلى حاجه زي ما احنا قلنا العظم بيبقى في ال 1000، الهواء بالعكس خالص في الماينس 1000، الميه عند زيرو، اخف من الميه شويه عندنا الفات هيبقى بالسالب، واعلى منها شويه اللي عندنا بعد كده البلاد البرين، وبعد كده البلاد. والبرين برده احنا كنا قايلين المره اللي فاتت عندنا وايت ماتر وجري ماتر، الوايت ماتر فيها فات اكتر، فلو احنا حطينا الروي على الوايت ماتر وجري ماتر هنلاقي القرايه مختلفه. بالنسبه للام ار احنا كم حد فينا بيشتغل ام ار؟ تمام. الام ار احنا بنشوفه طبعا كفحص، هو بيبين ديتيلز اكتر من ستيب كتير، بس هو ليه مميزات وليه عيوب. من مميزاته ايه؟ اللي هو بيبين التشو احسن، بياخد سيكونس ياما، يعني السي تي خلاص احنا كبرنا لو بندي صبغه وبنقيس ارتريال وفينس وديلايز وحسب الفحص اذا كان ترايفيزك ولا مالتي فيس كيدني، يعني حسب الفحص ده كبير للسي تي.
لكن بالنسبه للام ار ان احنا لا احنا ناخد تي 1 وتي 2 وفلير وديفيوجن وحاجات ياما جدا. فكل السيكونس كتير دي بيساعدني ان انا اوصل للفحص والنتيجه بتاعتي اسهل والتشخيص اسهل. ولو مش بيستخدمش راديشن، لو حد عنده مشكله في ان هو يتعرض لاشعاع، لا خلاص الحته دي اتلغت عنده. بس كل حاجه ليها مميزات اكيد ليها عيوب. احنا هنا بس بنبين الصوره ما بين السي تي والام ار، الفرق ما بين الشكلين وان واحد الديتيلز اكتر في الام ار باينه. يعني نفس الكلام هنا بيقول لك احنا بنستخدم ديفرنت بالس ديفرنت سيجنال. انت خدتوا الفيزيكس بتاعه الام ار، انا مش هتكلم في فيزيكس برضه تمام. وبيقول لك احنا عندنا اهم كام واحد احنا جايبينهم دول اللي هو تي 1 وتي 2 والفلير والديفيوجن، دي اللي بيستخدم اساسي في كل الفحوصات. نعم الايه ماشي، بس مش في كل الفحوصات برضو. نعم مفهوش. اما بتكلم عموما داش على الام ار، بس هي ايه ده، دي اغلبيه الفحوصات. يعني الفاس ابريشن بنستخدمه اكتر في حالات، لو سمحتوا يا جماعه. نعم الاوربت. بس احنا دلوقتي ماشي يا جماعه لو سمحتوا الصوت. البناء ممكن زياده فيه بس انا مش هتكلم فيه دلوقتي. مثلا يا جماعه لو سمحتوا الصوت، في حاجه زي الاسبكتروسكوبي مثلا، دي حاجه ادفانسد في الام ار، دي بشوف فيها الكيمياء بتاعه الماده دي نفسها ايه. يعني هو الام ار في سيكونس زي ما احنا قلنا كتير، بس انا مش هتكلم عن كل حاجه دلوقتي ان احنا مش محتاجينها قوي هنا يعني. وان شاء الله بعد كده في جزء ماده عندكم اللي هي التكنيكال اسبيكت بتاعه الام ار والسي تي، فممكن هنبقى نتكلم عن الحاجات دي ان شاء الله. الاساسي هنا مثلا احنا تي 1 هنشوف الفلويد لونه اسود، تي 2 الفلويد لونه ابيض، الفلير اللي هي هيبقى هو زي تي 2 بس بيحصل سبريشن للووتر، فهيبقى لون الميه فيه اللي هي جوه الفنتريكل لونها اسود، بس لو في ايديم هتبقى بيضة. لازم نعمل ديفيوجن، لازم نعمل اي دي سي معاه. يعني احنا مش هنقول الريجن دي ريستريكتد او لا الا لو كان في اي دي سي. يعني ما ينفعش جهاز بشتغل ديفيوجن بس من غير اي دي سي واكتب تشخيص كده، بقى انا بضحك على العيان. هنا بيبين المنظر الاختلاف ما بين السي تي في اول صوره وما بين الام ار سيكونس اللي قلنا عليها. التي 1 قلنا فيها الفلويد اهو جوه الفنتريكل لونه اسود، التي 2 الفلويد لونه ابيض، الفلير بيبقى فيه اسود وهيبان فيه ليجن ياما جدا بنستخدمه، ده اساسي في الفحوصات مش بنستغنى عنه يعني. وفي عندنا الاثنين اللي تحت، واحد اللي هو الديفيوجن ولازم يطلع معاه كمان نعمل الاي دي سي. لو الليجن عندنا زي ما احنا شايفين هنا لونها فهي في الرايت فرونتال لوب لونها ابيض ولونها اسود، لازم يبقى لونها اسود في الناحيه الثانيه عشان اقول عليها دي ريستريكتد وليها حاجات معينه هتبقى ترجمتها. لو هي ابيض وابيض يبقى حاجه، لو هي بقت في الاولانيه اسود وابيض حاجه، عشان كده اقول لازم يبقى الفحصين موجودين. وبنقيس رقم كمان بالرول في الاي دي سي، لو اقل من 1.2 بنتاكد انها ريستريكتد. 1.2 عليها كلام، في 1.1 1.2 على حسب كل حته يعني. تمام لحد هنا ولا حد عنده مشكله؟ تمام. بصي هو الميه اي حاجه بتتحرك فيها بتتحرك بمنتهى السهوله، كل ما يبقى عدد الخلايا فيها قليله فكل يعني المدرج احنا هنا فيه 100 واحد، لو حبينا نتحرك كلنا دلوقتي محدش هنخبط في بعض مش هينفع نتحرك، لكن لو في 10 فالدنيا هتلاقي ده بيتحرك هنا وده بيتحرك هنا بمنتهى السهوله. التيومر مليان سل، في سل كتير فبيخبطوا في بعض. فلما اجي هصورها، لما انتوا اخدتوا الفيزيك بتاع ام ار اللي هي ازاي بتحصل تي 1 وتي 2 والكلام ده؟ ايوه تمام. يعني احنا المفروض السيجنال لما هترجع مش هترجع، فالصوره هتتاخد على وضع معين يعني بقربها لك لكده بس يعني، فهي هتبقى ريستريكتد. فدي مثلا في حاجه لو هي عندنا سيل من رابشر، لو في سيل كتير فهي الصوره عندها تبقى ريستريكتد اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ابيض في الديفيوجن واسود في الاي دي سي. لكن لو حاجه كلها فلويد وفيها سيل قليله لا هتبقى نون ريستريكتد، وهي دي مع البناين مع الحاجه البناين. الاستروك عشان بيحصل رابشر لسيل وبيبقى فيها اديمه وسيل كتير، فنفس الحكايه برده نفس الفكره. السيل الموجوده جوه الفلويد مش بتتحرك بسهوله. تمام كده وصلت ولا؟ هي هنا صوره في الام ار، في ام ار في تي 1 بتبين لنا بس ايه البون لونه اسود، الاير برده بيبقى لونه اسود، الفلويد عشان هو دي تي 1 لونه اسود،
وبين اللي هو الفرق ما بين درجه اللي هي الوايت ماتر والجري ماتر، وبريك الصوره بس بريك درجه الالوان واختلافها عشان التشو واضح ازاي في صوره السي تي غير الام ار غير السي تي. كل حاجه ليها ميزه وقدامها عيوب. فايه عيوب الام ار؟ اول حاجه ان وقته طويل جدا، في عيان ما يقدرش يقعد نايم ثابت ما يتحركش لمده 20 ل 40 دقيقه، فده بالنسبه له دي اول صعوبه. تاني حاجه ناس عندها فوبيا، في ناس ياما ما بتقدرش تنام جوه جهاز رنين مقفول. الرنين المفتوح اوكي كويس في فحوصات، بس في فحوصات ما تنفعش خالص في الرنين المفتوح، خصوصا الحاجات اللي هيستخدم فيها سيكونس عاليه زي السبكتروسكوبي والديفيوجن، دي ما تنفعش خالص في الرنين المفتوح. وان هو مش موجود في اماكن ياما، يعني احنا لو شفنا الاماكن خصوصا في الحكومه تقريبا ما فيش، يعني هي لسه اللي هيبقى فيها ان شاء الله هي راس التين بالنسبه لوزاره الصحه. الكونترا انديكيشن عندنا في ناس اللي مركبه حاجات ميتال زي البيس ميكر، في كلام من اخر 10 سنين بقت هي كومباتيبل مع الام ار وينفع تدخل عادي، بس لازم يتاكد الحاجات دي ما فيهاش في هزار. حد مركب كليبس، حد مركب اي حاجه فيها حاجه معدن، لازم يتاكد منها الحاجه دي كومباتيبل او متوافقه مع الام ار ولا لا. يعني احنا في ساعات بندخل بناخد بايوبسي بالام ار، بس الادوات اللي مدخلها غير الادوات اللي مدخلها في السي تي، الادوات تنفع مع جهاز الرنين ما بوظوش مع اي حاجه معدن، يعني اي حاجه خلاص معدن. لازم تاخد الام ار غير، يعني لازم هتاخد تاريخ مرضي كويس جدا من العيان، لازم هتعرف منه اذا يتعرض لاي حاجه ولا لا. نفس الكلام برضو هنستخدمه امتى في حالات الاستروك، ااكدها انا هشوفها في السي تي او انا وشاكك في السي تي بس هاكدها في الرنين. وان انا اشوف التيومر طبعا ده اساسي، رنين السي تي مش هيفيدنا قوي فيه. يعني الكرونيك هيديك والسيجر، لا لا هو السي تي في لو هي ايرلي الاستروك في اول 6 ساعات ممكن 50% من الحالات زي ما هقول لك هنا دلوقتي ما تبانش، تبان نورمال في السي تي. ممكن برضه هي 24 ممكن هتبقى ظهرت، بس في اول الوقت مش هيبقى فيه. الحل الوحيد ساعتها ان انت تعمله ديفيوجن. نعم اما قبل ديفيوجن هو ده الفحص اللي هيبين لك في ساعتها. في حد هنا من راس التين؟ مستشفى راس التين؟ نعم. لا عشان راس التين هم عندهم، هي كانت المشكله اللي فاتت على الجهاز اللي هي الام ار، وهم بيعملوا هناك ستروك يونت، فدي هتبقى فايدتها. هو لو عيان مش باين فيه حاجه وعايز اديله ثرومبوليتك هعمل سي تي عشان اتاكد ان مفيش بليدنج عشان خلاص كده، وبعد كده لو انا خلاص متاكد من النيورو ان هو كده هيدخله يعمل ديفيوجن عشان خاطر يتاكد ان هي فيها الجلطه ولا لا، ويديله علاج بسرعه. ودي هتبقى فايده ستروك يونت عندكم ان شاء الله. يعني ما هي لسه ما اتفتحتش اصلا، مش مقفوله. ماشي يا جماعه، نفس الكلام بيعيد نفسه تاني برضو. ايه الامبورتنت باثولوجي، ايه الحاجات المهمه اللي انا هشوفها بقى في البرين؟ احنا بنقسم الديزيز الستروك وتيومر، في ديزيز لوحده كده اسمه ام اس، وانفكشن وكونجينيتال وتروما. على فكره البرزنتيشن 204 صوره بس هي كلها صور، وانا مش جايبه كل الديزيز، يعني في ديزيز انا ما يهمنيش انت تعرف، في حاجات ياما صعبه وكتير جدا، ده ما يجيش حاجه مثلا تلت الديزيز اللي ممكن او الباثولوجي يجي في البرين، بس في حاجات احنا بنشوفها كل يوم فلازم نبقى عارفينها. انا هتبدا الحلقه قدامي، انا يهمني ان انت كمان تبقى عارف انت بتشوف ايه، انت ممكن انت تنقذ العيان قبل ما انا اشوفه. ان احنا في اماكن ياما مثلا في الحكومه او البرايفت الدكتور مش قاعد 24 ساعه، انت اللي قاعد معظم الوقت، انت اللي بتشوف العيان في الاول. لو عيان في حاجه محتاج ما يستناش استشاري لما يجي يكتب الحاله ثاني يوم، وهتستلم الساعه 10 بالليل ثاني يوم والكلام ده كله، يبقى كده العيان هيكون مات. لو حاجه انت شفتها فيها نزيف ايرلي ستروك وممكن ياخد ثرومبوليتك مذيبات جلطه ويخف بسرعه، الحاجات دي انت اللي هتقدر تنقذ بيها العيان. فوانا بشوف ببص على الاناتومي اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، سواء من جوه لبره او من بره لجوه حسب انت عينيك بتحب تقسم الفحص. وهو دايما بيقول لك اللي عينيك اللي مخك مش عارفه عينك مش هتشوفه، فزي ما انا عارف انا بدور على ايه او ببص على ايه عشان خاطر عيني تلقطه. فلو بدانا من بره لجوه مثلا، احنا قلنا اول حاجه عندنا السكين والبون. حاله التروما في عندنا حاجه اسمها كفال هيماتوما، ان هي تبقى الخبطه بمكان الخبطه دي، تمام، وهندور تحتها غالبا في فراكشر او ممكن تبقى خبطه بس عادي كادمه من غير مشاكل، يعني من غير فراكشر. يبقى احنا كده شفنا السوفت تيشو اللي بره وشفنا البون اللي تحتيه، تمام. نفس الحكايه برده لو في تيومر هشوف افكت التيومر ده على البون، يا اما متاكل يا اما مكتر الكالسيوم اللي فيه عامل له سكليروز، تمام. هنخش على الطبقه اللي بعدها اللي احنا قلنا عليها المينينجيز، اللي هم الثلاث طبقات اللي قلنا عليها الديورا والاراكينويد والبيامتر، تمام. كل طبقه من دول في قبلها سبيس وبعدها سبيس.
السبيس اللي قبل الديوره اسمه اللي هو الابيديورال او الاكسترا ديورال ده لازق في البول، فلو حصل فيه نزيف هيبقى ليه شكل. الطبقه اللي بعدها اللي هي ستاب ديورال اللي هي ما بين ال الديوره احنا قلنا ان هي مش فاكره قلتلكم مره فاتت هي لازقه في البول ولازقه في السوتشر، تمام؟ ودي هنعرف ايه قيمه الموضوع ده لما هنشوف بعد كده. السبيس اللي بعديه مفتوح ده ما يدور حوالين المخ، ممكن بيتقفل شويه في حته اسمها الفالكس اللي هي الريفليكشن او كل ممبرين بيجي على بعضه بيمسك في بعضه في النص اسمها حاجه اسمها فالكس، تمام؟ ومن تحت ما بين البوستيرو الفوسا والسيربيلوم حاجه اسمها تنتوريا، تمام؟ انا بعيد تاني عشان لو في حاجه انا نسيتها المره اللي فاتت يبقى برضو احنا قلناها. يعني ال دي عندها ساب ديورال سبيس، بعد كده في الاراكينويد وده بيبقى قريب جدا من البايوماتر، وده فيه بيبقى فيه سطح المخ تعريق حاجه اسمها صلصال وصلصاي وجيروي، الجيروي حته البارزه والصلصاي الحته الغويطه اللي تحت، والاغوط من الصلصاي حاجه اسمها الفيشر اللي هو اغوط كمثال انتر هيمسفيريك فيشر اللي ما بين الاثنين لوب حاجه انتر ما بين الاثنين هيمسفير وهيمسفير انتر هيمسفيريك فيشر، تمام؟ يبقى انا الصلصاي والجيروي والفيشر. ف وبعد كده البايوماتر احنا قلنا لو حاجه حصل نزيف البايوماتر بنعتبره حاجه انترا اكزيال جوه المخ، مش اكسترا اكزيال. احنا قلنا الانترا اكزيال هو جوه المخ نفسه، واكسترا اكزيال هي بره من بره البايوماتر لبره، دي اسمها اكسترا اكزيال، تمام؟ احنا اتكلمنا بعد كده، احنا قلنا بعد كده هندخل على بعد البايوماتر البرين بقى نفسه، وقلنا قسمناهم للوبس اللي هي الفرونتال لوب والبرايتال لوب وتيمبرال لوب واوكسيبيتال لوب، تمام؟ وقلنا دي البوستيرور فوسا عندنا جزء منها الاوكسيبيتال لوب ومعاه من ورا السيريبيلوم اللي هو المخيخ والبرين ستيم جذع المخ، وقسمناه ثلاث حتت الميد برين والبونز والميدالا، والميدالا بتكمل بعد كده بالايه بالسباينال كورد. خش جوه شويه في جزء عندنا اسمه الفنتريكل فنتريكولار سيستم، قلنا ان هم عباره عن اول حاجه اتنين كبار عندنا اكنهم موستين اسمهم لاترال فنتريكل، بيبقى ليهم انتيرور هورن وبوستيرور هورن وبادي، وفي جزء في التيمبرال لوب اسمه تيمبرال هورن، تمام؟ ده في نورمال بتاعه ان هو مقفول مش بنشوف الحاجه بسيطه خالص. حالات الهيدروكيفلس بنلاقيه فتح باسبابه بقى اللي هو زياده ميه المخ، تمام؟ بيخش بعد كده بحاجه شريط رفيع اسمه ثيرد فنتريكل، المحطه اللي ما بين اللاترال فنتريكل والثيرد فنتريكل اسمه فورمن اوف مونرو، تمام؟ بعد كده بنخش على حاجه اسمها فورس فنتريكل اللي هي موجوده ما بين السيريبيلوم والبرين ستيم باكويدكت اوف سيلبس، دي ليها مشاكل لو طلعت اللي هي كونجنتال بيبي اتولد اللي هي ضيقه او مقفوله او حصل فيها ورم وقفلتها بيطلع عندنا ميه بقى كان صرف وتسد، وكل ده بيطلع عندنا حاجه اسمها ايه هيدروكيفلس. مونرو هنبدا نقول بقى هنا احنا كده رجعنا شويه كنا رجعنا تاني على الاناتومي بحيث ان احنا هنشوف الحاجات دي تاني دلوقتي. هنا هقول لك ريجن تو انسبكت، هنستارت هو بيبدا من جوه لبره، فبقول لك حاجه الميد لاين ستراكشر ونشوف السيمتري انها شبه القرن ده من اليمين بالشمال، الناحيه اللي فيها مشكله بالناحيه اللي ما فيهاش مشكله. والفنتريكل السيستم اي ده السيستم زي الفنتريكل بس مش متوصل ببعضه، اي حته فيها تجويف في ميه في المخ سواء حوالين البرين ستيم او يعني اكتر حته دي فيها سيستر ده اسمه سيستر، والبرين بارينكما والصلصال والساينس هو من ضمن برضو اللي احنا لنا حاله فيها فراكشر الساينس اللي موجودين قدامنا في هنا دي هتاخدوها لغايه عند مع دكتور نهال ان شاء الله. في الفرونتال ساينس في اتنين قدام، وفي اسمويدال ارسل في اللي هي الاسمويدال بون اللي احنا اتكلمنا عليها في البون اللي بيكون البرين حاجه اسمها اسمويدال في اسمويدال ارسل، وفي الحته اللي احنا قلنا عليها اللي تحت البيتيوتري اللي هي سفينويد ساينس، وفي اتنين هنا اللي هم المجزلري ساينس. هو احنا بنقشط لحد تقريبا جزء من المجزلري ساينس يبان معايا. لو حاله فيها تروما فلازم هنقول ان في حصل فيها نزيف جواها ولا لا، ما هو مع الفراكشر ده حصل نزيف جوه الساينس. لو في جزء من المخ حصل هيرنيشن طلع من مكانه حصل كسر وطلع جوه الاوربت، لو حصل فيه كسر ودخل جوه ساينس، فالحاجات دي كلها لازم برده من ضمن الحاجات اللي بنبص عليها تبقى عينها شايفاها الساينس والبون والسكين والسوفت تيشو. اول حاجه بدا من ميد لاين ستراكشر، اكتر حاجه بتحصل وبنخاف منها وحاله انتوا برده لازم هتسترخوا فيها هبلغوا دكتور المخ والاعصاب، الشيفت سواء نزيف سواء ورم زق المخ من مكان لمكان، زق جزء من المخ من مكان لمكان، دي حاجه اسمها شيفت. احنا عشان نشوف الشيفت ده
حاجه اسمها ميد لاين شيفت، بنحرك في السي تي الصوره قدامنا الاكتر حته اللاترال فينتريكليتين قدامنا باينين وواضحين وشبه بعض، وبنرسم خط من الفولكس من قدام لورا في النص بالظبط عند السيبتم بيلوسيتم، وبنقيس من اول الجزء ده، هو بتبقى في ساعه باينه بالعين بس احنا لو حابين نحسبها ونشوفها برضو يعني، ونحسب من اول حته حصل فيها شيفت لحد الخط اللي في النص مقبول لحد 5 مللي. لو اكتر من 5 مللي يبقى حصل شيفت، ودي حاله ارجنت لان العين ده ممكن هيموت بعد كده لو ما لحقناهوش، وخلص سواء النزيف ده فضناه سواء ورم هيدخل طبيعي لازم يشيله، يعني دي حاجه لازم برضو احنا شايفينها. دي صوره لاثنين عيانين، واحد هنا عنده ابسس زي ما احنا قلنا جبنا اللاترال فينتيكل في اكتر حته واضحه ورسمنا خط من اول الفالكس قدام وورا وحسبنا من اول الخط ده لحد الميد لاين ما بين اللاترال فينتيكل الاثنين في خط في النص اسمه سيبتم بيلوسيتم، تمام؟ الخط في النص ده بقف عنده واقيس من هنا لهنا، طبعا هي باينه معين ان في شيفت مش محتاج ان انا اقيس، تمام؟ فدي لازم هبلغ النيورو بسرعه ده انت عندك هنا في ميد لاين شيفت، العيان ده لازم يتخطى بسرعه. نفس الحكايه هنا في عندنا حاجه في النص ممكن هيطلع تيومر وحواليه قديمة، بس هنا مش هو مش قاس عند الفنتريكل فانت مش هنستوعبها شويه، بس هو هنا السيرد فنتريكل برده باين مزقوق، هو المفروض كان قاس فوق عن كده، بس هو عموما برده هنا في شيفت ان البرين بارينكما زقت للناحيه الثانيه، فانا بضغط على اماكن عصبيه مهمه في المخ بتضغط عليها فهتقف فهتتاثر. الحاله الثانيه برضو هنتكلم عنها قلنا اللي هي الفنتريكل اللي هو اللاترال والثيرد والفورس فنتريكل والقنوات اللي موصله ما بينهم، وهم اهم واحده بيهتموا بيها اللي هي الاكويدكت. لما بشوف الفنتريكل هشوف السيمتري بتاعتهم هما الاثنين قد بعض ولا لا، السايز بتاعها هي دايليتد ولا مقفوله، دي ليها حاجه ودي ليها حاجه، الشيب بتاعها متغير ولا النورمال بتاعنا اللي عامله زي الوسطين جايين قدام بعض ولا الاثنين بارلل، لو الاثنين بارلل دي حاجه كونجنتال هنعرفها بعد كده، تمام؟ والدينستي هل هي زي ما احنا عارفين سواء سيتي ان هي كلها هايبو اوكويك هايبو دنس سوري انا اسفه لونها اسود خالص ولا فيها لون ثاني مختلف، سواء اللون ده فيه نزيف فيه ورم، فانا برضو عيني هتبقى شايفه ده في حاجه ولا لا. السلام. وانا بيقول لنا ديسبليست فينتريكل اللي هو المتحرك نتيجه ماس زقاه او اتروفي ضمور يعني. فهنا مثلا المنظر ده احنا بنشوفه ياما جدا، اللاترال فينتريكل الاثنين الشيب بتاعهم نورمال ما فيهوش مشاكل بس ان هم دايليتد واسعين، واللي واسع كمان اللي هي السلصاي بتاعت المخ واسعه جدا، ده المنظر ده بنشوفه عادي في الاولد ايج حد كبير في السن اللي هو نعم. الديمنشيا ليها اسباب ياما، وفي الزهايمر بيبقى ليها حاجه مثلا في التمبرال هو اللي بيبقى فيه مشكله، فهو الاولد ايج عموما، ولو طفل صغير هو مولود باتروفي نقص اكسجين اثناء الولاده وكلام من ده ممكن برضو هلاقي الدايليتد فنتركل، بس مش هيبقى المنظر ده كده قوي يعني، تمام؟ فلين هو كومن باثولوجي ممكن الاقيها في بالنسبه ليها علاقه بالفنتركل اللي هي الماس افكت اللي حاجه ضغط عليه، الاتروفي الضمور، الهيدروكيفلس اللي هي التمدد في الميه بتاعت المخ، والانترا فنتريكولار هيموريدج، وفي تشومر كمان ساعات بيطلع جوه الفنتريكل نفسه. اكمل السلام. والمهم برضه تبقى عينينا واخده على الكرويد بليكسس اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت اللي هو نورمالي كالسيفايد، تمام؟ فهو ده برضه اللي احنا عينينا واخده عليه ان ده طبيعي، ده مكانه الطبيعي وده حاجه طبيعيه مش حاجه غريبه موجوده جوه الفنتريكل. بنعيد الكلام تاني برضو بنقول احنا هنبص كمان على اللوبس بتاعت البرين اللي احنا قلنا عليهم هما الفرونتال والتيمورال والبرايتال والاوكسيبيتال. وبعد كده نبص على البوستيريو فوسا السيريبيلوم والبرين ستيم باجزائه البونز والميدالله والميد برين، الميد برين والبونز والميدالله. احنا قلنا ان في من الجراي ماتر جزء منه موجود جوه الوايت ماتر، عشان كده حتى بنلاقي ان هو لونه مختلف شويه عن الوايت ماتر اللي حواليه. الحاجات احنا قلنا عليها اللي هي الكورباس كالوزم والكوديت والستالاموس والانتيفورم وانترنال واكسترنال كبسول هنشاور عليهم بالراحه كده. احنا قلنا الكورباس كالوزم الاحسن ان احنا نشوفه في صوره السجده كله على بعضه، بس احنا مثلا لو شفنا هنا هتلاقي ان هو احنا قلنا هو في جينيو وبودي وسبلينيوم، في جزء زياده انا ما قلتلكوش عليه اسمه ايروسترام حته صغننه خالص كده تحت الجينيو، تمام؟ بس اللي باين عندنا هنا مثلا جزء اللي هو الجينيو اللي هو موجود من قدام
وفوق شويه هلاقي جزء اللي هو السبرينيوم، فده جزء مثلا من الكورباس كالوزا. وفي عندنا اللي هي النيوكليوي، عندنا في الكوديت نيوكلس اللي هي دي، والمتنقطه بالاصفر دي اللي هي اللينتيفورم، والسلامس اللي هي في الجزء اللي هنا ده اللي هي حوالين شويه الثيرد فينتريكل. الله ينور. انترنال كبسول اللي هي الفايبرز اللي معديه هنا ما بين الكوديت واللينتيفورم اللي هي الليمب الانتيرور بتاعها، وما بين السلامس واللينتيفورم هنا جزء اللي هو البوستيرور ليمب. تمام. والاكسترنال كبسول في حته ما قلتهاش المره اللي فاتت، في فيشر بيبقى في الجزء ده هنا، هنشوفه في صوره ثانيه تبقى واضحه اكتر، اسمه سيلفيان فيشر. السيلفيان فيشر ده مهم جدا عشان بشوف فيه لو فيه هيموريدج او حاجه سب اراكينويد بيتملى الحته دي لما يحصل انيوريزم او رابشر، حاجه اسمها ميدل سيريبرال ارتري. تحتيه في جزء الكورتكس اللي حواليه دي اسمها انسولا. تمام، عشان دي هنعرف قيمتها بعد كده برده قدام يعني. فما بين الانسولا وما بين الانتيفورم اللي هو الاكسترنال كبسول، هو هنا بس بيحط لنا امثله ان احنا نعرف ان لما نبص على البارينكما هنبص على ايه، لا سواء حاله انفكشن وحسب مكان الانفكشن زي احنا قلنا اللي في عندنا انتيرو سيركيليشن وبوستيرو سيركيليشن، وكان في صوره مقسمه كل ارتري وبيغذي انه حته. فمثلا الحته اللي ورا هنا فدي هنا انفكشن في الاوكسيبيتال لوب، فهتلاقيه طبعا بوستيرو اوكسيبيتال بوستيرو سيريبلال ارتري. جزء هنا ده جزء من السيلفيان فيشر اللي احنا قلنا عليه اهو، فالجزء اللي حواليه ميدل مينينجال ميدل سيريبلال ارتري، فهبقى عارفين الجزء الانفكشن ده انه ارتري، بحيث لما اعمل انجيو بعد كده برضو يبقى عيني على انه حته اللي انا سبب المشكله فيها يعني. الصوره اللي احنا قلنا عليها اللي هي اللي تحت دي، وكانت ليها كذا مقطع وصوره ثانيه اللي هي الانتيرو سيريبرال ارتري وميدل سيريبرال ارتري وبوستيرو سيريبرال ارتري. الصلصال اللي احنا قلنا عليها اللي هي الحتت المنحدرات اللي موجوده على سطح المخ، والسيلفيان فيشر اللي احنا قلنا عليه، والشكل الهيموريج اللي جواه اهو. تمام، احنا لسه هنقول بالتفصيل الحاجات دي، احنا بس بنعرف احنا هنبص على ايه لسه. الساينس هو كاتب ساينس معاها سوبر ساجيتال ساينس، دي حاجه تبع البينس سيستم لوحدها، بس الساينس اللي احنا برضو قاصدين عليها اللي هي بنشوفها في البون ويندو اللي هي الفرونتال ساينس والاسمويد والسفينود والماكسيلاري اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي وعلى اماكنهم. البون عشان هشوف البون نفسه اللي احنا قلنا عليه والستوتشر، وفي حاجة تانية اسمها ماستويد ارستل اللي هي هنا دي، دي هتتاخد أكتر مع جزء الهيدا النك. تمام؟ أهميته أكتر حاجة إن احنا زي ما قلنا لو في فراكشر أو لو حاجة واكلة البون. السكين والشوفت السوفت تيشو، احنا عندنا هنا عيان أكيد هيبقى عنده تروما، وفي جزء هنا عنده فيه هيماتوما بره البون وتحت السكين. تمام؟ وهشوف برضه ما قال لك برضه لو في فورين بودي أو سيرجيكال تشينج. بعد عمليه وفي اير وكلام من ده، في هيماتوما، كل الكلام ده بشوفه برده بايه بعد العمليه لو بنقيم حاله يعني. من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي في وسط الكلام برده هتحصل مع ديزيز ياما، حاجه اسمها الايديما اللي هو الارتشاح على المخ. ارتشاح على المخ ده يا اما هيبقى جنرالايز واخد كل المخ، يا اما فوكل. لو فوكل انا هشك ان في تيومر او حاجه تحتيه هي مسببه اشمعنى الحته دي اللي حصل فيها ايديما. تمام. من المشاكل الثانيه برضو انت لازم تبقى عينك عليها على الحاله، احنا قلنا شيفت وقلنا دي حاله ارجنت، حاله برضو مصيبه اكتر بتحصل حاجه اسمها هرنيش، ان جزء من المخ بيطلع من مكانه. تمام. وهنا على الصوره كده واخد لنا صوره كورونر وبيورينا مثلا هنا عندنا هيماتوما حاجه استرا اكزيال وضغط على المخ، فهي هتعمل شيفت بس هي مش باينه هنا في الصوره، واهم حاجه عنده هنا الهرنيش تحت الفالكس اللي هو اللي احنا قلنا الممبرين جايين على بعض وجايين في النص. تمام. حاجه اسمها سب فالساين هرنيش، هلاقي المخ حته منه عدت من اليمين للشمال او العكس، احنا عندنا هنا في اليمين فهتزق ناحيه الشمال. حاجه جايه هتبقى في النص التنتوريوم هنا من تحت، يا اما هتعدي لتحت البرين هيعدي هينزل تحت التنتوريوم، يا اما هيطلع فوق. تمام. او يعدي من الفورم المقدم اللي هو اللي فيه البرين ستيم ونازل على الكورد، يعدي منها كمان من الفورم المقدم. فهو بيقول هنا ذير نمبر اوف ديفرنت باترن اوف سيريبرال هرنيشن، ان في اشكال مختلفه ان جزء من المخ يتحرك من مكانه، اللي هو السب فالساين اللي تحت الفالكس، والترانسيتنتوريوم هيعدي من التنتوريوم سواء لتحت، ودي بيدوها اسم الوحده اسمها انكل هرنيشن، وابورد، وتونسيلر هرنيشن اللي هي التونسل بتاع الجزء اللي هي التونسل بتاع السيريبيلوم ممكن يعدي من الحته دي برده، واكسترا كرينيال لو في عندي ديفكت في المخ، حادثه او حد عامل عمليه وشايل جزء من المخ حته من العظم وفي جزء من المخ طلع منه
فدي كده اكسترا كرينيال هيرنيشن. الحالات دي كلها ارجنت، ما ينفعش نستنى العيان لما استشاري يشوفه ويكتب التقرير، هكون العيان خلاص اتكل على الله يعني. هنا الصوره بيورينا برضو احنا عندنا هنا في هيموريدج كبير في الرايت برايتال ريجون وعمل شيفت. احنا لو هنا بقى شفنا طبقنا احنا قلناه ورسمنا خط بالطول كده ما بين الفالكس قدام وورا، هنلاقي الفنتريكل تقريبا الرايت راح ناحيه الليفت، شفت الناحيه الثانيه خالص. فدي اول حته. وتاني حته جزء هنا الفالكس هو نازل، البرين اللي الجزء في اليمين معدي الناحيه الشمال الناحيه الثانيه. يبقى انا عندي هنا في مصيبتين في الحاله، في شيفت وفي هرنيشن. فالحاله دي ما ينفعش تستنى لما حد يكتبها، الحاله دي تاخد لو الاستشاري مش موجود تاخد الفيلم بتاعها وتطلع لدكتور المخ واعصاب، دي لازم تتفتح. نفس الكلام هنا عندنا التنتوريا، الصوره دي هنا ساجيتال وصوره كورونال، في عندنا شيفت واضح جدا برده باين ان هو برده هنا عندنا الرايت هورن بتاع اللاترال فنتريكل مزقوق من اليمين للشمال. احنا لو رسمنا خط بالظبط في النص اهو، لو رسمنا خط في النص هنلاقيه متحرك حبه حلوين. وفي هنا جزء من المخ معدي تحت التنتوريا، المفروض ما فيش حاجه تعدي الحته دي، الحته دي فيها فلويد بس ما فيش حاجه تانية معديه. فاحنا برده لو شفنا المنظر ده الحاله دي ما تستنيش. ده كده مقدمه، احنا لسه ما دخلناش في الباثولوجي، احنا كده قلنا الحاجات ازاي نشوفها وهنتصرف فيها ازاي. تحبوا تاخدوا استراحه 10 دقايق ولا نكمل؟ طب لحد هنا تمام ولا حد واقف مع حاجه؟ تمام؟ اساميهم صعبه وكتير جدا، انا جايبه بس امثله عشان نبقوا عارفين شكلها عامل ازاي. بس اهم حاجه عايزين نعرفها بس فيها انا ليه بعمل ايمجنج، ليه بصور التيومر. اول حاجه
عشان اكد التشخيص هو العيان جاي لي باي عرض، بتنميل، بشلل، بالنظر بتاعه قل، اي حاجه، فانا بتاكد ان موجود ده تيومر ولا اي ديزيز تاني، انفكشن، حاجه فاسكولار، حاجه ليها علاقه بالاوعيه الدمويه او عدوى في المخ. وبشوف الحاجات اللي احنا قلنا عليها بقى، سواء الماس افكت اللي هو ميد لاين شيفت اللي احنا قلناه، سواء هرنيشن ضغط على حاجه تاني جنبها، محرك حاجه من مكانها، دي تاني حاجه ببص عليها اهميه الاشعه بالنسبه لموضوع البرين تيومر. بالنسبه للعلاج اللي هي جزء دكتور علا صارت عليه هو التخطيط، اللي هو بلاننج، هنخش بالاشعه من انه حته والدوز بتاعتها قد ايه، وحديها انه مكان بالظبط اللي عايز اوجه عليه الاشعه، وانه مكان هتجنب ان انا اعرضه الاشعه واضره، حته نورمال فملاش لازمه ان احنا ايه نعرضها للاشعه. وكمان كبلاننج الجراح نفسه عايز يعرف ان هو التقرير ما يطلع له عايز هيدخل منين وهيشيل ايه وهيحط ايه والعمليات هتبقى عامله ازاي، فلازم دي برضو اهميه ان انا بعمل ايمجينج للبرين تيومر. وبعد ما العيان خلاص شال الورم او اخذ اشعاع او واتيفر اي حاجه اخذها، بتابع عليه بشوف الورم ده رجع تاني قل زاد، فدي اهميه الاشعه. انا ليه بعمل اشعه في حالات البرين تيومر؟ انا لما بشوف حاله سي تي او ام ار حاجه من الاثنين، يا اما حاجه اسمها دايركت ساين حاجه قدامي على طول بشخص بيها، او حاجه اندايركت ساين حاجه بخمن بيها ان هنا في مشكله. الدايركت ساين زي ما احنا شايفين في ماس قدامي كبيره وموجوده اهي، وتاني حاجه انها انهانسنج منوره اخذ الصبغه ومنوره تمام. ولو في حاجه جسد بيبقى ماس مش موجوده كده، بيبقى في حاجه لونها مختلف سيجنال او دينيسيس او سي تي او ام ار بستخدمه، حاجه في حته هنا حاجه مختلفه، يبقى انا كده شخصت ان هنا في تيومر. ده الدايركت ساين بتاعتنا. الاندايركت ساين اللي هي ايه بقى؟ حاجه موجوده هنا وزقه الحته اللي جنبها، فالشيفت في حاجه عامله شيفت للمكان اللي جنبه، فاقول الحته دي لو هي خصوصا لو حاجه مزود كونترست ده في حاجه هنا زقاها، يبقى هنا في تيومر. في اديما في ارتشاح حوالين الورم، الورم ده كسر انسجه حواليه فعمل ارتشاح. في الورم ده حصل جواه نزيف، ان هي الورم بطبيعته ان هو هايبر فاسكولار، ان هو بياخد اوعيه دمويه بيكون ليه كمان عشان يتغذى، بيتغذى بسرعه عشان عايز يكبر تمام، او الاوعيه الدمويه كمان دي تبقى ضعيفه مش طبيعيه فبيحصل جواه نزيف. فانا لو عامل سي تي او ام ار وفي نزيف من غير صبغه يبقى الحاجه هنا في مشكله. او في اورام بيبقى الورم بيبقى من مكوناته الكالسيفيكيشن بيترسب فيه كالسيوم، او البون اللي جنبه حته كده والبون اللي جنبها متاكله، فالحته دي هاخد صبغه عشان اشوف السبب تاكل البون الحته دي العظم اتاكل ليه، ده في هنا حاجه هي اللي اكلت البون ده، او البون اتكون زياده جنب العظم، او ورم طلع من العظم نفسه، يبقى دي الحاجه انا بعمل ليه سي تي او ام ار على المخ. دي اول حاجه. وتاني حاجه قلنا بنشوف فيها ايه او بنشخص ازاي، سواء بدايركت ساين او اندايركت ساين. بطيء كده شويه ولا لسه سريع؟ سريع برضه صح؟ معلش. واضح تمام. بالنسبه للبرين تيومر انه اعلى عندنا السي تي ولا الام ار؟ الام ار، عشان بشوف سوفت تيشو وبشوف حاجات تانية الاسوشيتد بالتيومر، سواء شيفت، هيرنيشن، ضغط على حاجه، واكل حاجه، الحاجات دي كلها هتبان احسن في الام ار. السي تي حلو قوي عشان اشوف الكالسيفيكيشن او اشوف تاثير على العظم، فبرضه احنا مش هنستغنى عنه في البرين تيومر يعني. بس الاعلى لو انا شكيت من الاول، لا انا هعمل ام ار بالسيكونس بقى كلها، مش هنختفي باللي احنا قلناهم ده كمان، يعني في حاجات تاني بنستخدمها عشان نشخص احسن. ونوع التيومر في الاول ولا في الاخر ده مش بتاعتنا، دي بتاعت الباثولوجي، بس انا بقرب له الفكره فين بالظبط وشكلها ايه، هو هيدخل يسحب منها عينه ويقول لنا الباثولوجي بتاعها ايه. زي ما احنا قلنا اي ليجن سواء تيومر سواء هيموريج، الليجن دي موجوده سواء عندنا انترا اكزيال جوه المخ نفسه من البياماتر اللي جوه، او اكسترا اكزيال من البياماتر اللي بره تمام. فاي ليجن هسميها اكسترا اكزيال وانترا اكزيال. الصوره اللي هنا كده دي عندنا حاجه جوه المخ في سنه رفيعه من المخ حواليها، سوري انا اسفه جدا، دي اكسترا اكزيال، في عندنا هنا سنه صغيره اللي حواليها اللي هنا ده سي اس اف، هو من بره وضاغط المخ والسي اس اف كمان ايه ماشي حواليه تمام. هنا دي حاجه جوه المخ نفسه من حواليها من كل ناحيه في انسجه المخ، فدي انترا اكزيال. هنا بقى هبدا اوريكم ايه امثله التيومر اللي موجوده، صعب انتوا صعب تحفظوا اساميها يعني، محدش بيحفظ الاسامي دي. وزي ما بقول لك هو في الاول ولا في الاخر، احنا حتى ما بنكتب التقرير لو حاجه كلاسيك بنكتبها،
حاجه مش كلاسيك مش تيومر مش هنعرف ده ايه بالظبط, بنرجح له حاجه وبنقول هيستوباثولوجي. يعني احنا برضو مش ايه لا يكون في الله نفس الا وسعه, فاحنا مش هنكتب حاجه هتطلع غلط في الاخر وهي مش وظيفتي ده. انا اقول له نوع تيومر ايه, انا اهم حاجه اقول له التيومر ده ليه مواصفات حميده مش عامل مؤثر على حاجه وحجمه قد ايه, او ده تيومر عنيف جدا واكل البون اللي حواليه واكل الانسجه اللي حواليه. ده الهدف من الاشعه, مش هديها اكتر من حجمها. ده هنا ورا من الاورام اسمه استروسايتوما, وده جريد 1 اللي هي الدرجه الخفيفه منه, الدرجه الاولانيه منه. فهي هنا عندنا الداستي الجزء اللي فوق, فاحنا عندنا هنا في ورم وحواليه اديما ارتشاح تمام, مش عامل شيفت ومش عامل هرنيشه ومش عامل حاجه خالص. ده ورم تاني برضو جريد 1 اللي هو تحت صوره كورونا في ام ار, وهنا في الصوره الاخرانيه ساجيتال. الصوره الاولانيه دي تي 2 عشان سي اس اف لون ابيض, وعندنا هنا جزء اللي هو التمبرال لوب فيه ليجن واخده تقريبا كله يعني, فهو باين هنا هيتروجينس منقرش كده يعني الوان ياما ومش عامل شيفت, يعني ما فيش حاجه شيفت معديه الناحيه الثانيه, وفي اديمه بسيطه حواليه اللي هي لونها ابيض. وهنا الويس كونتراست فيه حاجه ساتل, حاجه بسيطه خالص انهانسمنت, في تيومر بيبقى هايبر فاسكولار بياخد صبغه كتير جدا. اتفضل حضرتك رافع ايدك ورا. ما احنا قلنا احنا لو في حاله نون كونتراست وفيها اديمه والاديمه دي فوكال في حته واحده هناخد كونتراست تمام. انا بشوف الصوره اصلا متشخصه, احنا بنتكلم الاول الجزء الاول المقدمه اللي قلناها كلها اتكلمنا في الموضوع ده, اللي احنا عندنا لو فوكال اديمه لازم هناخد كونتراست, وكمان بعد كده هنحتاج ان احنا نعمل ام ار ويز كونتراست عشان نشخص بيه. احنا قلنا ان في تيومر انواع, في تيومر بيبقى هايبر فاسكولار بيبقى لونه بتاخد صبغه تلاقيه نور مره واحده في وشك باين جدا, وفي تيومر بيبقى هايبو فاسكولار بياخد صبغه بس قليل مش بينور قوي في الاشعه يعني. في الام ار ولا في السي تي؟ بصي اسبوعي عليها هقولها لك دلوقتي, يعني في جزء ده هيموريدج وهقول لك بقى الهيموريدج ده الهيماتوما اذا كانت اكيوت ولا كرونيك وكلام ده كله بالتفصيل, فخمس دقايق كده وهقول لك دلوقتي. دي هنا استروسايتوما برضو نفس الورم اللي احنا قلناه المره اللي فاتت بس بصوره اعنف شويه بدرجه اعلى, ده هو جريد 4 درجه الرابعه من المرض. فهنلاقي هنا واخد برضو في الام ار واخد الرايت تمبرال لوب, وفي جزء كمان عامل شيفت للناحيه الثانيه, يعني الورم كمان في اجزاء منه معديه الناحيه الثانيه وهو عامل شيفت على الفنتريكل باينه في الصوره اللي هنا معدي الناحيه الثانيه تمام. نوع تاني من الاورام اسمه جلايوبلاستوما مالتيفورم, احنا قلنا الاسامي مش ملاجع بيها احنا بس عينا بتتعود ونشوف امثله. فهي نقول هنا الليجن شكلها ايه, كبيره حواليها اديمه زي ما احنا شايفينها, والجزء اللي هو ملطش اسود حوالين الماس نفسها. في حاجه اسمها رينج انهانسمنت اللي هي الصبغه مش واخده جوه, التيومر واخده من الحرف محوطاه من بره تمام. وفي عامل شويه شيفت يعني زائق شويه, يعني شايفين هنا اللاترال فنتريكل اللي هو الهورن اللي ناحيه اليمين هلاقيه مضغوط, الشمال واسع شويه. لا مش اكسبت طبعا, ده الماس افكت, احنا قلنا ان هي في ماس افكت اللي هو ضاغط عليه او محركه الناحيه الثانيه تمام. دي صوره ثانيه برده جلايبلاستوما مالتيفورم, الليجن اللي هو احنا شايفينه هنا ده وحواليه كل الابيض ده اديما, الاديما فوكال, فاحنا هنشك برده ان في حاجه تحتيها ومعدي الناحيه الثانيه. يعني عندنا ده الميد لاين, لا ده في معدي الناحيه الثانيه كمان, فده مور اجريسيف فور, اعنف منظر اعنف يعني من الورم. البريم ميتاستاسيس اللي هي ثانويات المخ, الثانويات دي بتيجي من اي مكان في الجسم تروح لاي حته, سواء المخ الرئه العظم, فممكن تبقى واحده وممكن تبقى كتير, يعني مش شرط ان احنا نقول دي واحده, لا دي ما تبقاش ميتس, لا الميتس ممكن يبقى واحده بس عندنا. تقريبا عايز باور, عايز شحن. Thank you.
تمام يا جماعه لحد هنا مفهوم ولا في حاجه واقفه معانا؟ هنا عطينا مثال لعيان عنده لانج كانسر برونكوجينيك كارسينوما اللي موجوده في الليفت لانج اهي، وبعت في نقط منوره في المخ هتبقى ميتس سلويات، فدي من ضمن الاورام اللي موجوده. نعم اللي ايه معلش بص الاس مش بيبقى بره كده. وبعدين انت عندك اول حاجه بنفكر فيها الهيستوري بتاع العيان، العيان جايب ورم وما فيهوش اعراض ام اس، الام اس ليه اعراض وهو بيبقى الام اس ليه سلايد برده موجوده، بيبقى عمودي على اللاترال فينتريكل، بيبقى وحاجه اسمها بيقولوا اسمها داوسون فينجر عامله زي الصوابع طالعه من اللاترال فينتريكل، فليها منظر مميز الام اس مش بيبقى المنظر ده. احنا اهم حاجه في الاشعه برده بيتعب بننساها او بنبخل بيها على العيان الهيستوري، ان احنا ناخد كلمتين شكوى من العيان او لو معاه اشعات قديمه، هو العيان ساعتها هو بيبخل علينا اللي بفكر احنا هنغش منها او حاجه يعني، فما يرضاش يجيب الاشعات القديمه، فهي دي حاجه بتفيده. وهو لما يقول لك الهيستوري بتاعه كمان تاريخ المرض بتاعه وعمل عمليات قبل كده بياخد ادويه شكوته ايه بالظبط، هيساعد نفسه قبل ما هيساعدك انت. فاحنا حاجه زي كده برده لو انت حاجه شاكك فيها لازم بناخد تاريخ من المريض، بتفرق كتير جدا. الجزء الاولاني ده الاولاني اللي هو انترا اكزل اللي هي الاورام اللي موجوده جوه المخ، في اسامي اورام تانية موجوده من بره المخ، اشهر حاجه بنشوفها كتير المينينجيوما، وفي جزء البيتيوتري دي اللي هي شفناها بيتيوتري فوس اللي اخدناها لوحدها وشرحناها لوحدها، في بيتيوتري تيومر بيطلع منها ده اشهر حاجه، وفي حاجات تانية بتطلع من نفس المكان مثلا ورم اسمه كرينيو فارنجيوما، وفي من الاعصاب نفسها حاجه ورم مشهور تاني اسمه شوالوما، وده بيجي حاجه اسمها انترنال اوديتري كانال ما بين البونز اللي هو في البرين ستيم وما بين السريبيلوم، حاجه اسمها سريبيلو بونتاين انجل، في زاويه اللي ما بين المخيخ وجزء جذع المخ ده، الزاويه اللي بره دي اللي فيها سي اس اف ساعات بيطلع منها في الحته دي ورم مشهور اسمه شوانوما، وده بيدخل جوه الانترنال اوديتري كانال اللي هي قناه بتاعه الاذن اللي من جوه دي جوه المخ. وفي حاجات تانية زي ابيدرمويد سيست ودرمويد سيست وهامرتوما، دي اسامي حاجات حميده بتطلع برده جوه المخ، مش مطالبين بالاسماء، احنا بس عايزين العنايه تتعود ونعرف الهدف من الاشعه ايه. لا مش سامعه معلش، مش سامعه تاني معلش يا جماعه نسمع عشان انا اسمع كمان. اللي هو ال مش ده بيحصل، احنا قلنا ان احنا من هدف ان احنا بنعمل الاشعه ان احنا بنشوف تاثيرها برده على العظم، سواء ان هو متاكل او سواء ان حصل له سكليروزس اترسب عليه كالسيوم، فدي حاجتين عشان كده بنبص على العظم برده معانا. زي المينينجيوما في حاجه اسمها مينجيوما ان بلاك بتطلع في العظم بس نفسه ما بنشوفهاش في المينينجيز في الاغشيه المحوطه المخ، وفي ساعات بتبقى هي بتبقى على 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 المينينجيز نفسها واكل حته من المخ، بس هي مش بتاكله غالبا، بتعمل هي اسمها سكليروز اللي حضرتك قلت عليها. فعشان كده احنا المقدمه اللي احنا قلناها قلنا من اول حاجه بنبص على من بره لجوه العظم، فمش بنشوف الورم بس، بنشوف الورم وتاثيره على حواليه. تمام تيبي تيبي ممكن يجي في اي حته، تيومر هو فين التيومر في التيبي؟ لا هو التيبي ده انفكشن، نوع من انواع الانفكشن هيجي لك بمنظر مختلف خالص عن الـ عن الـ عن التيومر يعني. لا للاسف مش موجوده في الريفيجن، ان شاء الله باذن الله ممكن نبقى نزود حاجات لو انتوا في حاجات يعني، ممكن نكتب كل حد كده في الاخر نوتس لو حد محتاج حاجه وخلصنا بدري ان شاء الله في الاخر هنعمل محاضرات زياده نشرح لكم في اللي انتوا عايزينه، مفيش مشكله. ماشي حد عنده سؤال تاني؟ طب نكمل. اول حاجه اتكلمنا عليها المينينجيوما، طبعا كل الكلام ده يعني ايه زياده اللي عايز يقراه او يعرفه. فالصور بتاعتها هنا احنا قلنا ان هي اكسترا اكزيال، فهنا اكتر صوره باينه من الصور الحلوه اللي عندنا صوره التي 2 اللي تحت، التيومر لازق على البون تمام، وفي حواليه سي اس اف وزائق البرين، فده هو كده ايه ادم حواليه سي اس اف من كل ناحيه، يبقى هو من بره وزائق البرين، السي اس اف قدامه ده اكسترا اكزيال تيومر. من الحاجات اللي هي بنشخص بيها برده من جوه بمنتهى السهوله، هي مش سبيسيفيك مش خاصه بيها لوحدها، بس اكتر مره بيجي منظر حاجه اسمها ديورال تيل اللي هي اكن في ديل طالع للليجن نفسه، هو الليجن اهو وفي ديل منه منور، المينينجيس اللي حواليه منور تمام.
صورة تانية برضو هنا للمينينجيوما سواء في السي تي بس الاعلى السي تي مبين حبه شويه كالسيفيكيشن ودي فايده السي تي بالنسبه زي ما احنا قلنا يعني الام ار اعلى فاحنا بنشوف الليجن والافكت بتاعه اللي حواليه وهنا برضو ديورر تيل اللي احنا قلنا عليها من اي حته من المنجيس من اي حته من المنينجيس مش حته معينه قصدك على السايد بتاعها يعني اللي هي برا ساجيتال وسفينويدال والكلام ده ولا قصدك على ايه ما هي برا المخ ما احنا قلنا هي اكسترا اكزيال في صوره السي مالها لا ما هو بص احنا مش بنحكم ابدا من صوره واحده هو الصوره هنا جايبين لك فيها كالسيفيكيشن والكلام ده بس احنا بناخد الصوره بناخدها من كذا منظر ونشوفها هي فين بالظبط مش في ليجن بيبقى واضح خلاص احنا واخدين له صوره واحده وباين زي اللي هنا في الجنب ده او زي اللي فاتت احنا خلاص شايفينها واضحه لكن في صور تانية ممكن ما تبقاش باينه قدامك بس احنا لو شفناها بكذا بريفورمات بكذا صوره تانية هتبقى بره مش جوه ما بص احنا اي حاجه احنا قلنا من الاول الانديكيشن بتاعه التيومر الحاجات اللي احنا بنعمل لها ان احنا لو في التيومر بنعمل ناخد له كونتراست دي من الانديكيشن ان دي كونتراست عشان يبان ان احنا ممكن هنشوفها في السيتي وزاوت بانديركت ساين ان احنا قلنا ان هي الحاجات اللي عامله ماس افكت عامله تاثير على البون ضغط على حاجه الكلام ده كله لكن مش هتشوفها بعينك غالبا الا لما تاخد كونتراست يعني ممكن تشخصها بس برين ايديما فوكال تعمل سيتي تلاقي حته كده فيها ايديما بعد ما تاخد صبغه تلاقي نصها نور ده التيومر اللي جواه الصوره اللي فوق هنا ممكن تبين شويه وجهه نظركم هنا الليجن باين كانه جوه المخ ماشيه صغيره شويه بس لكن في مقاطع تانية لا هي باينه اهي انها من بره بره البون لازقه في البون وداخله على جوه لكن الصوره هنا فعلا ممكن تقول ان هي جوه عشان كده احنا مش بنحكم بصوره واحده وما ينفعش حد يكتب من افلام احنا المفروض نكتب من ورك ستيشن عشان برضو ده يبقى افضل يعني هنا صوره الكورونال وصوره الكورونال والساجيتال باينه ان هي من بره وضغط على البرين وفي ديورال تير اللي هي ايه ماشيه مع الديوره يعني نفس الكلام برضو يعني الصور بتعب بعضها حتى كذا مثال بحيث ان احنا نفهم احسن يعني فهي الصور الساجيتال اللي فوق اللي هي تي 2 اللي هو سي اس اف فعلا لونه اسود واللي تحت سي اس اف لونه ابيض اسفر واللي تحت سي اس اف لونه اسود هو تي 1 بس في انهانسمنت يبقى احنا واخدين كونتراست هنا الصوره دي ويز كونتراست تمام الليجن انهانسنج منور واخد البريم من بره في صوره تي 2 في سي اس اف كليفت في سي اس اف مزقوق ما بين الليجن وما بين البرين فده يبقى اكسترا اكزيال تمام وهو انهانسنج نفس الكلام هنا الناحيه الثانيه بس هو يعني ممكن مور اجريسيف يعني درجه اعلى من الورم فهو اكبر وداخل جوه المخ بدرجه اكبر يعني وحواليه برده البرين ايديما هو مقسمها لنا اللي هي فوق اللي هي تي 2 واللي في النص تي 1 واللي تحت ويز كونتراست فحتى هنا الفرق ما بين دي ودي ان الليجن انهانسنج هنا الليجن كان باين هو لونه غامق بس مش باين حدوده بالظبط هنا باين اكتر يعني ودي هنا فايده ان انا الام ار زي ما احنا قلنا ان احنا بناخد سيكونس ياما ودي بتساعدنا اكتر على التشخيص دي الاكوستيك شوانوما احنا عندنا هنا البونز تمام وعندنا السيريبيلوم الانجل اللي ما بينهم دي اسمها سيريبيلو بونتاين انجل الليجن ده بنشوفه لو هو مش داخل جوه الكانال غالبا بيبقى مننجيوم ان هو اكسترا اكزيال لو احنا لقينا في ديل داخل جوه كده اللي هو الانترنال اوديتوري كانال وداخل جوه ولو عملنا سي تي كمان لقيناه موسع الكانال لا ده اسمها اكوستيك شوانوما ملناش دعوه بالاسماء احنا بس عايزين ايه نبقى لما تتقال قدامنا يبقى ما حدش بيعلم عليه احنا عارفين ده ايه البيتشوتري احنا اخدناها مره فاتت كجزء لوحدها وعرفنا مكانها ان هي على السله وحواليها من ناحيتين كافيرنوس ساينس والانترنال كاروتيد ارتري وتحتيه احنا قلنا السله والسفينويد ساينس وفوقيها الكيازم وفوقيها بعد كده جزء من البرين اسمه الهايبوثالامس زي ما احنا شايفين هنا ده منظر نورمال بيتشوتري الصغننه خالص دي اللي هي قاعده في السله وتحتيها السفينويد ساينس وفوقيها الاوبتيك كيازم الناحيه الثانيه لا ده ليجن كبير ضاغط على السله موسعها او مبططها وضاغط على الاوبتيك كيازم فوق بس برضو مش معدي حاجه في الساينس دي اسمها ماكرو ادينوما ده من الاورام اللي بتيجي كتير جدا بنشوفها برضو ممكن تبقى اسمها مايكرو ادينوما لو صغيره وماكرو ادينوما لو كبيره تمام وساعات بتبقى شبه السنومان الرجل الثلج يعني
فدي ساعات الناس بتيجي بتشتكي بحاجات ليها علاقه بالهرمون. هي البيتيوتري جلاند مسؤول عن افراز هرمونات كتير، هي عباره عن فصيلتها، قلنا فص امامي وفص خلفي، فممكن يجي يشتكي بحاجه من الهرمونات دي، وممكن يجي يشتكي بحاجه في النظر اللي هو لو كبيره قوي هتضغط على العصب البصري، والاساسي طبعا الصداع، ده شكوى كل الناس يعني. احنا قلنا انها اشهر حاجه في جزء السله اللي هي البيتيوتري، وقلنا ان هي سوفت تيشو كلها على بعضها. لو في ورم في نفس الحته وركزنا البيتيوتري سليمه والورم ده فيه كالسيوم فيه سيست فيه اكياس، بيبقى ورم تاني اسمه كرينيو فارنجيوما. زي ما احنا شايفين هنا الصوره، بس اسفه الساجيتال، في هنا البيتيوتري هلاقي اللي تحته في ليجن فوقيها على طول ميكسد، في في سيست وفي جزء انهانسد، فده بيبقى كرينيو فارنجيوم. نعم، في السله هو بيطلع جزء بتاع السله بس ملوش دعوه بالبيتيوتري، هو بيطلع في نفس المكان، فاحنا بنفرق ما بينه وبين البيتيوتري نفسها يعني. يعني مش كل حاجه تطلع في الحته دي بيتيوتري ادينوما، لا ده في حاجه تانية بتطلع، ممكن تطلع من انجيوما بنفس الحته، احنا اكسترا اكزيل، اي من جيوما ممكن تطلع في اي حته. في الاطفال في ورم بيطلع، ممكن يطلع جوه الفنتريكل، احنا قلنا اماكن مختلفه شكلنا الاماكن يعني. هنا الجزء اللي ورا احنا قلنا عليه اللي هو بين البرين ستيم وبين السريبيلوم الفورس فنتريكل، في ممكن يطلع ماس جواه كده اللي هو اسمه ورم اسمه مدلو بلاستوما، ده بيطلع في الاطفال. تمام، المشكله احنا كده لما حاجه تطلع في الفورس فنتريكل مشكلتها ان هي هتقفل الصرف بتاعنا السد من تحت، فهتلاقي الطفل ده جاي هيدروكيفلس كله هيتقفل بقى، انت قفلت من تحت خلاص الدنيا كلها، خلاص الصرف كله طالع على فوق. ده كده البرين تيومر. يبقى احنا قلنا في البرين تيومر عايزين اول اهم حاجه عندنا الكام سلايد اللي قدام دول، احنا دورنا ايه؟ بنعمل الاشعه عليه عشان نشخص، عشان نعرف تاثيره ايه بالظبط ونتاكد من تشخيصنا، عشان هنبدا نعالج نعرف الجراح ده هيدخل هيشيل ولا هيتابع وهيدخل ازاي، وخلاص احنا شدناه هنتابع عليه بعد كده نشوفه رجع تاني زاد قل. وان احنا الساين الحاجات اللي احنا بنشوفها في دايركت وفي اندايركت، تمام، حاجه هنشوفها على طول واضحه وصريحه، وحاجه غير مباشره هنستنتج منها ان في ورم، وان الام ار عندنا اعلى من السي تي، والسي تي فايدته في البون لو هشوف كالسيفيكيشن او ايروجن. ده كده البرين تيومر، مش هنتقل عليكم باسامي تيومر. تمام كده، في اي سؤال في الجزء ده؟ الستروك كلنا عدى علينا تقريبا، ده اشهر فحص بيتعمل عليه السي تي والام ار برين، الجلطات بتاعه المخ. هو الستروك ده بيقول لك حاجه نيورولوجيكال، حاجه ايمرجنسي، حاجه بتحصل نتيجه ان شريان بيتقفل في المخ، نتيجه بقى هيموريدج، نتيجه امبوليزم ثرومبس رابشر انيوريزم، نتيجه نزيف لوحده مع نفسه لاسبابه، او نتيجه حاجه جت سدت الشريان نفسه، او ثرومبس الراجل عنده اثيروسكلروزس عنده تصلب شرايين وعملت طبقه محترمه سدت الشريان قفلت وخلاص، او انيوريزم عندنا وفرقع. كل دي بتتحط تحت مسمياتها، سواء الاستروكس بيتقسم لجزئين كبار سواء هيموراجيك او اسكيميك، نتيجه نقص الدم اتقفل خالص او نتيجه نزيف. والدم اتقفل ده نتيجه حاجتين، يا اما الشريان اللي بيغذي المكان ده اتقفل فالمكان ده بيموت خلاص مش واصل له تغذيه، او الفين اللي بياخد الدم منه وبيرجع اتقفل فمش عارف يرجع الدم فالدم قاعد فيه، فده ما بقاش دم مفيد ليه برضو. انا ليه بصور العيان في حاله الاستروك؟ زي ما قلنا تيومر نقول الاستروك، انا عايزه اتاكد العيان ده فعلا بيستلبط علينا، واحده متخانقه مع جوزها مثلا وجايه تقول انا عندي صداع انا دايخه الحقوني، فبتعمل عامله نفسها انها مشلوله، هنشوف دي دي في ستروك ولا لا، دي نقطه. تاني حاجه في ستروك عايزين نتاكد فيه هيموريدج ولا لا، احنا قلنا ستروك ده بنلحق العيان بحاجه اسمها ثرومبوليتيك، حاجه مذيبات للجلطه، لو العيان ده فيه نزيف وما عملش اشعه واخد مذيبات الجلطه جدعانه كده من الدكتور على طول بيلحقه هيموته، النزيف هيزيد مش هتعرف توقفه خلاص، يبقى انا كده ضربت العيان، فاساسي لازم اعمل سي تي الاول. الجلطه لما بتتكون بيبقى في حته صغيره انا شايفها بعيني وفي حته حواليها لسه مش باينه في الاشعه قوي، حاجه اسمها بنمبره، سيبكم منها يعني بعرفها لكم بس يبقى عندنا معلومه. انا لو ما حطش العيان في المرحله الاولانيه الحته دي هتفضل تزيد تزيد تزيد
لحد ما تتاكل كلها. يعني في جزء مهدد جو، يعني الجزء اللي خلاص اتضرر في النص اللي حواليه ده بنمبر، ده اللي هيتضرر لو انا ما لحقتهوش. وبتاكد ان ما عنديش حاجه شبه الاستروك، هيطلع فيه تشومر، هيطلع فيه التهاب، هيطلع فيه اي حاجه، فانا اتاكدت لا ده استروك ولا لا. يبقى دي فايده ان انا بشوف حاله استروك بعمل لها تصوير. زي ما احنا قلنا كده ان احنا عندنا نوعين من الاستروك، اسكيميك وهيموراجيك، دي صورتين ليهم. تمام، ده صورة سي تي. ما هي الاول ممكن الفين رابشر مش عارف يرجع فيه الدم تاني، او الشريان نفسه ضعيف وتقطع رابشر خلاص. لا التروما حاجه تاني وحدها، انا بتكلم على الاستروك. ممكن التروما كومبليكيت بعد كده بستروك، لكن حاله الاستروك في الاول ملهاش علاقه بالتروما. هو هنا بيقول لك اسباب ايه الاسكيميك ستروك، اللي هو اثيروسكلروتيك ثرومبوزس، اللي هو الشريان حصل فيه تصلب وعمل عليه طبقات لحد ما الطبقات دي قفلت الشريان نفسه، او امبوليزم حاجه اتبعتت لها. يعني مثلا احنا بنعمل عيانين ياما بيجي يشتكي ان هو بيفقد الوعي او بيدوخ او عنده ستروك، بيعملوا كاروت الدوبلر، دوبلر على شرايين الرقبه. ليه؟ عشان اشوف لو في الشريان ده فيه اثيروسكلروزس، في طبقه اتكونت عليه، الطبقه دي كالسيفايد وثابته ولا سوفت طريه. السوفت الطريه دي بعد كده ساعه الجراح بيدخل بيخش ويشيلوها، ان دي عرضه ان هي فراجايل ضعيفه تتفتت وتطلع فين طريقها على المخ، هتدخل اي شريان صغير رفيع اصغر من حجمها هتقفله، هيحصل الاستروك. فعشان كده احنا الحالات اللي بيحصل لها ستروك او تدخل اي مستشفى باي اعراض من دي بيطلب لها كاروت الدوبلر معاها كمان. الهيموراجيك زي ما احنا قلنا هي برايمري هيموراج، زي حاله الهايبرتنشن، واحد ضغطه عالي قوي وجاله نزيف على المخ مثلا، او واحد عنده امراض دم، عنده سيوله، ممكن يحصل نزيف في اي حته في الجسم من ضمنها المخ. او الحاجات بقى الشهيره بتاعت خصوصا اللي هي السبأركنويد هيموراج، اللي هي الانيوريزم، وبتحصل للاسف في سن صغير ناس كتير جدا، والاي في ام اللي هي شريان وريد دخلوا في بعض وعملوا منظر غريب كده. احنا قلنا برضو ان في عندنا الانتيير سيركيليشن وبوستيرير سيركيليشن، وقلناها في الاول، وان هو كل جزء بيغذي المخ. 50% من الحالات اللي بتجيلنا في اول 6 ساعات عاملاها سي تي هتطلع نورمال. ده هيعتمد بقى على النيوروسيرجي ان هو فحصها كويس، سواء ان هو متاكد ان الحاله دي ستروك فعلا ولا شاكك فيها ان هي ممكن تبقاش ستروك. ساعتها الحل في الحاله اللي زي كده ان هو هيعمل لها ام ار ديفيوجن عشان يتاكد في ريستريكشن ولا لا، الحته احنا قلناها في المقدمه. دي حاله هنا، الحالتين دول هما في اول ساعتين السي تي بتاعهم نورمال ما فيهوش مشاكل. بعد 24 ساعة لا الدنيا اتغيرت، في ناحية الليفت هنا في جزء هايبو دنس واخد الكورتكس الجراي والوايت ماتر، نفس الحكاية هنا برضو في الليفت برايتل في حتة عندنا فنت هايبو دنس. الهايبو دنس دي ليها عمر، اللي هي الاستروك دي ممكن تبقى لسه حاصلة دلوقتي وممكن قدام، كل ما تبقى لونها الهايبو دنس بتاعها فاتح قرب على الجراي كده تبقى لسه فريش لسه جديدة. وبنقارنها اكتر بنبص للسي اس اف بتاع اللاترال فنتريك اللي جنبها، كل ما لونها يقرب للسي اس اف دي بقى كرونيك خلاص، دي ادمت. ده فرق ما بين عيان يجي له دوشه على الجهاز يقول ده العيان ده هروح ابلغ بتاع النيورو ده ستروك لازم يدخل دلوقتي لو هيديله علاج، ولا لا دي قديمه هو اصلا بياخد بيتابع عليه وهو بيتاكد اعراض ظهرت له تاني وبيعملها عشان يشوف الاعراض دي جلطه جديده ولا لا. ها هنا بيعرف لنا بقى الاسكيميك ستروك ان هو بيحصل ديمانج بلاد سبلاي في جزء من الدم اللي وصل المخ، بيبقى لما جلوبال واخد كل المخ او فوكال. وقلنا بقى السيمتوم والبيهيفير بتتقدر بالفاسكولار تريتوري افكتد. يعني مثلا عيان جاي لنا دراعه اليمين في مشكله، هنتوقع ان الجلطه فين؟ ناحيه الشمال. والعكس ان هي الاعصاب الفايبرز نفسها بتعدي في المخ بتحصل لها ديسكاستيشن بتعكس بعضها وهي نازله، فاليمين بيبقى شمال والشمال بيبقى يمين. فاحنا لما بنلاقي جلطه موجوده عندنا في العيان بيشتكي من اليمين هنلاقي جلطه موجوده في الشمال. بص مش فاكرها بصراحه، بس هي في جزء في المخ فعلا بيبقى كده في ناحيه الكورد تقريبا، هي الجزء القريب قوي من الكورد في حاجه بس قليله في حاجه معينه بس انا مش فاكرها بصراحه. يعني
ما احنا قلنا في 50% من الحالات ممكن في اول 6 ساعات ده 50%، ما بقولكيش كل الحالات بس عدد كبير ممكن يجي في اول ساعتين ثلاثه تعملوا سي تي يطلع نورمال. لا ما في، المفروض ان هو مش جاي من نفسه، المفروض في دكتور مخ واعصاب كشف عليه او دكتور طوارئ كشف عليه. لو انا الاعراض اللي قدام دي بكشف العيان مش بيستعبط ده فعلا تعبان، مش هروحه هوديه يعمل ام ار. يبقى انا هنا بعمل السي تي في حالات زي دي وزود كونتراست، ده مش محتاج صبغه، ده لسه جاي بيشتكي في الاول ولا مش شاكك في ورم ومش شاكك في انفكشن، تمام؟ فانا ده مستو ان هو هيبقى سريع، وان انا هتاكد ان عندي ستروك وهتاكد ان مفيش هيموريدج بحيث ان ميبقاش فيه نزيف واديله الحقنه وراجل يخلع مننا خالص. بعد ما شفت النزيف حسب مكان النزيف ده ممكن احتاج اعمل بعد كده سيتي انجيو عشان اعرف مكان الشريان اللي اتقفل، ولو انا شاكك في انيوريزم هشوفه برضه. يبقى انا في السيتي عندي حاجتين، بعمل ان انهانس السيتي وبعد كده لو احتجت بعمل سيتي انجيو، ده بصبغه بدي العين صبغه عشان اشوف الفيسل نفسه حالته ايه. نفس الكلام بقولك الاكيوت انفاركت اللي هي الاكيوت اللي لسه حاصله حديثه، السي تي احسن، واللي احسن من السي تي العادي كمان ان انا اعمل ديفيوجن. ده جزء البنمبر اللي احنا قلنا عليها ان هو بيقول لنا عندنا في اول المخ بيحصل فيه الجلطه، النقطه السوداء دي هي الجلطه الاساسيه اللي انا شايفها بالاشعه، في حواليها منطقه كده لونها الاحمر دي اللي هي مهدده واللي هي دم فيها متأثر شويه بس مش واضح، فانا بعالجه بسرعه عشان ما اوصلش ان النقطه السوداء دي تكبر وتوصل تاخد كل المكان. فده الهدف برده ان انا اشخصها بدري واعالجها بدري. الاستروك الايرلي نفس الكلام، بعمل نون كونتراست سي تي اللي هو موجود كتير وبيتعمل بسرعه وبتاكد ان مفيش هيموريدج. الايرلي ساين انا هعرفها بايه؟ مش لازم الاقي البطشه السوداء الاول دي، في حاجات ايرلي قوي بعرف بيها اخمن بيها ده هيبقى فيه جلطه، في حاجات منها اكيد وحاجات منها مش اكيد، يعني مش هعتمد عليها لوحدها. هي غلسه شويه بس الحته دي. هما ثلاثه ساين، حاجه اسمها هايبر دنس فيسل ساين وانسولار ريبون ساين اوبسكوريشن اوف لانشيفورم نيوكلس، هنقولهم كل واحده بالتفصيل وبالراحه. الهايبر دنس فيسل ساين، هايبر دنس يعني لونه مبيض، وفيسل يبقى فيه فيسل عندنا لونه مبيض من غير صبغه. ان البياض اللي بشوفه جوه الفيسل ده في حالتين، لما في كالسيفيكيشن ودي هيبقى هنشوفها في السيتي اتاكد انها كالسيفيكيشن ولا لا، او عين واخد صبغه. غير كده الفيسل لونه جراي، مش لونه ابيض. بس بيقول لك بقى ان هي ممكن ان هي سبيسيفيك بس السنسيتيفيتي بتاعتها مش عاليه، ان هي خاصه فعلا بس مش درجتها عاليه ان انا اشخص بيها. ليه بقى؟ ان في عيان ممكن حاجه ليها علاقه بالهيماتوكريت الهيموجلوبين وين عالي، او في كالسيفيكيشن جوه الفيسل نفسه. بس الموضوع ده لو حصل عندنا هيبقى غالبا في الناحيتين، مش هياخد ناحيه واحده. والاكسبشن برضو اللي هو رير قوي ان الامبولس اللي طالعه دي اللي سدت الجلطه اللي طالعه اللي سدت الشريان تبقى فات، فالفات برضو مش هتبقى هايبر. فدي ساين ابقى انا عارفها حاططها في دماغي بس مش هعتمد عليها قوي، اللي هي زي ما احنا شايفين هنا اللي هو الميدل سيريبرال ارتري اللي رايح ناحيه السيلفيان فيشر لونه ابيض، يعني انت مش واخد صبغه، يبقى لازم اشك الحته دي ليه مبيضه، تمام؟ فدي كالسيفيكيشن ولا زي ما احنا قلنا ان هي دي فعلا جلطه. نفس الكلام بس هي تبقى دوت بس، يعني هنا باينه كلها فباينه لاين وفي دوت نقطه واحده. تاني ساين اوبسكيوريشن اوف لانشيفورم نيوكلس، احنا شفنا لانشيفورم نيوكلس وشفنا مكانها، احنا قلنا دي الكوديت ودي السلامس ودي اللانشيفورم. هنا ناحيه اليمين باينين الثلاثه لونهم مبيض شويه باينين، احنا شايفين هنا الرايت لانشيفورم، شايفين الليفت؟ يبقى الحته دي ابنورمال فيها مشكله، دي اسمها اوبسكيوريشن اتغطت او اختفت، اوبسكيوريشن اوف لانشيفورم نيوكلس، لانشيفورم نيوكلس اختفت. دي ايرلي ساين، ده ايرلي قوي، ده ممكن في اول ساعات من الجلطه. ثالث حاجه انسولار ريبون، احنا قلنا ان تحت ناحيه الشمال هنا عندنا سيلفيان فيشر في حته من البرين داخله لجوه اسمها الانسولا اللي هو الشريط ده، اللي هو انسولار ريبون، ريبون شريط، والانسولا يعني زي الجزيره، لكنها جزيره هنا على سطح ايه الميه في الحته دي اللي هي السيلفيان فيشر. الحته دي شايفينها معرجه وباينه ولونها نفس لون الجري مطر، مش الوايت مطر، لونها نفس الجري مطر، لكنها كورتكس تاني لوحدها. الناحيه التانيه اليمين شايفينها نفس الشمال، فدي حاجه اسمها ايه اللي هو لوس اوف انسولار ريبون، اللي هو الانسولا دي ما بقتش باينه والشريط بقى مش معرج زي الناحيه اللي هناك.
دول ثلاثة ساين ايرلي جدا ممكن يبقى في ستروك بايلاترال. هي خلاص هي ابنورمال. انت عندك بايلاترال ممكن ستروك يحصل بايلاترال. على فكره ستروك مش بيجي في حته واحده. في ناس بتيجي تبقى البرين عندها مبطش كذا حته, خصوصا في عيانين الفاسكولايتس اللي عندهم التهاب في الاعصاب ممكن يبقى مالتيبل مش ستروك واحده. تمام. دول الثلاثه ساين اللي هم الهايبر اكيوت اللي هي العيان لسه بقاله ساعات بسيطه جدا ستروك حصله لسه ما حصلش قدامنا هايبودينستي. طبعا لو لقطناها يبقى احنا ايه كويسين. دي صوره مجمعينهم على بعض لو هن هم ثلاثه هايبر دنس ساين الام سي اي هنا عندنا هايبر الناحيه الثانيه لا اللي هي اوبسكيوريشن اوف لانشفورم نيوكلس هنقارن من ناحيتين. احنا دايما يبقى عينينا على ناحيتين عشان نقدر نلقط احسن. كمان الناحيه اليمين هنا اهو هنا باينه الشمال مش باينه. هايبر دنس ده ممكن في الاوبن احنا قلنا ممكن تبقى كالسيفيكيشن بس احنا كالسيفيكيشن هنعمل بون ويند وهيبان شويه كالسيفيكيشن معانا. تمام. والكالسيفيكيشن غالبا هيبقى بايلاترال مش هياخد الفيسل لوحده يعني هي الاثروسكلروزس مش بتيجي في شريان واحد. تمام. واللي هي الانسولار ريبون ساين هنقارن برضو ناحيه الشمال بالناحيه اليمين هنلاقي لا الانسولا شكلها متغير خالص. دي اللي هي الفيري ايرلي ساين يعني احنا لو لقطناهم احنا كده لقطنا الاكيوت ستيج بدري قوي. العين لو اخذ سيمبوليتك خلاص هيخف تقريبا. احنا قلنا احنا بنعمل الاول وزود كونتراست خلاص انا شكيت في ناحيه معينه والجراح عايز يدخل يسلك هيعمل اي حاجه هيطلب لك سيتي انجو. ده مثال عندنا هنا لحاله سيتي كرونال انجو. احنا شايفين الناحيه الرايت الجزء اللي هنا في النص احنا سيركل اوف السيركيليشن احنا اخدناها المره اللي فاتت احنا قلنا الصوره بتاعتها ده دايجرام مش اللي هي لا كرونال ولا ساجيتال ولا اكزيال. احنا عاملين دايجرام عشان نشوف السيركيليشن كلها على بعضها. بس هنا مثلا الجزء اللي هنا جزء من السيركل اوف سوري جزء من السيركل اوف فيلز وعندنا هنا اهو الميدل سيريبرال الناحيه الرايت ماشي تمام. الناحيه الليفت راح فين؟ اختفى. فده مكان هنا الجزء اللي فيه جلطه الجزء اللي مقفول. يبقى كده هو عارف نفسه هيدخل يشتغل على ايه. هنا بيقول لنا ثلاث صور. واحده اول واحده عندنا نون كونتراست معلمين على ايه اللي هي هايبر دنس فيسل ساين الساين احنا لسه قايلين عليها ان هو ميدل سيريبرال لونهم هايبر وهو مش واخد صبغه. لما عمل له انجيو فين الارتري؟ مش موجود مقطوع خلاص جواه جلطه واتقفل. هنا بقى الجلطه بدات تقدم دي كده خلاص دي باينه لاي حد. اي حد معدي هقول لك الحته دي فيها حاجه. يعني احنا لو لقطناها بدري هنلقطها في الصور اللي قبل كده احسن يعني. بس دي صوره يعني متاخره شويه بس مش متاخره كرونيك هي لسه في مرحله الاكيوت. احنا قلنا هنبص على السي اس اف اللي جوه الفنتريكل هي لونها لسه افتح منه. فاحنا عندنا في مرحله الاكيوت مش في مرحله الكرونيك. لون الكرونيك بيبقى لونه نفس لون السي اس اف مفيش اختلاف ما بينهم. هنا دي صوره الواحد عنده كذا انفاركشن مش واحده بس. تمام. هو ده نون كونتراست مفيش حاجه عندنا واخده صبغه وهي في مرحله اللي هي الايرلي مش الليت عشان لونها افتح كتير من السي اس اف. هي واخده الجزء الصلماي هنا دي الصلمس والصلمس الاثنين لونهم هايبو وجزء من السيريبيلم كمان مبطش كذا حته فيه ناحيتين بايلاترال الاثنين اللوبس بتوعه. فدي ايرلي في الصلماي والسيريبيلم. هنا برضو حاله تانية الحاجات اللي هي مبيضه الحاجات اللي مبيضه هنا عندنا قلنا الباينيال بودي والكرويد بلكسس دي طبيعي تبقى كالسيفايد ده نورمال يعني الحاجات احنا قلنا عليها المره اللي فاتت اللي هي نورمالي كالسيفايد استراكشر في البرين. عندنا جزء كبير هنا عندنا في هايبودينستي ولما عملنا له انجيو لقينا الارتي اللي هنا اهو نورمال الميدل كويس جدا والناحيه دي هنا لا ده مقطوع ده هو هنا في فعلا مشكله. احنا كده قلنا السي تي بشكله عامل ازاي في الستروك سواء ايرلي خالص او ايرلي عادي لسه هناخد الكرونيك ليها صور تاني بس بعد جزء الام ار. نفس الحكايه برضو في حالات الاكوت في الام ار بلاقي في تي 2 حته هايبر نتيجه الاديمه ميه فهتبقى لونها في تي 2 هايبر. احنا قلنا ان الام ار اعلى في الديفرنشيشن ما بين تفرقه التيشو بتاع البرين. في عندنا جري واتر ووايت ماتر واضح ان بقدر ارسم خط ما بين الاثنين الفرق ما بينهم واضح. لو لقينا الميه بقت واحده الاثنين مش قادر افرق ما بينهم دي برضو علامه من علامات الستروك. السلصاي افيسمنت السلصاي اللي هي الحفر اللي احنا قلنا عليها على سطح البرين اتفردت واتبططت
يبقى في حاجه برضو هنا اديمه. الماس افكت هي ممكن تضغط على اي حاجه حواليها، دي ميه زياده في الحته دي كانها عامله ماس، ماس افكت بس هي مش ماس، بس هي ضغطه على الحاجات اللي حواليها. احنا في التي 2 الفيسل بيبقى لونه اسود اسمه سيجنال فويد، ما فيهوش سيجنال جواه. لو هنا في حاجه جواه برضو بيضه او سيجنال فويد دي ما بقاش سيجنال فويد خلاص، فدي ساعتها هيبقى فيها ثرومبوس او في جريدينت هلاقي بلومينج حاجه لونها مسود كده. وطبعا ان هي بيقول لك ان هو ليس سنسيف زي الديفيوجن في الفيرست فيو اور، ان احنا عندنا الديفيوجن قلنا هو اعلى حاجه في فيري ايرلي اللي هو الهايبر اكيوت. تمام، الديفيوجن قلنا اللي هي الجزء القديمه ده هيبقى ريستريكتد ووتر مولكيول ان اكيوت ستروك ابير برايت كومبير تو نورمال تيشو. احنا قلنا لازم مع الديفيوجن هنعمل اي دي سي، لازم عشان هنقول انها اكيوت ستروك هنفرق ما بين الاكيوت والكرونيك، ان هي في الديفيوجن هتبقى بيضه والاي دي سي هتبقى سودا كده، حصل ريستريكشن يبقى دي اكيوت ستروك. الكرونيك ستروك بيحصل العكس، في الديفيوجن بتبقى سودا والاي دي سي تبقى بيضه، دي كده بقى كرونيك. تمام، ما فيهاش ريستريكشن عشان يجي عيان وعنده غلطه قديمه وبقول لك انا عندي الاعراض ظهرت تاني فهنعمله ام ار هلاقي فيه لوتشتين او اللوتشه كبرت هعملها ديفيوجن هلاقيها ممكن متقسمه جزء منها فيها ريستريكشن وجزء منها ما فيهوش ريستريكشن، يبقى الجزء ده اولد عنده من الاول وحصل جزء تاني جديد فده محتاج علاج تاني. هنا بيقول لنا هو السيريبيلوم ده الديفيوجن وفي عندنا بوتش بيضه، بس الاحسن يبقى فيه صوره اي دي سي برضه عشان نتاكد اكتر. الحته اللي بيقولوا عليها عندنا هنا الشبه الحاله اللي فاتت كده، عندنا اللي دي الصوره اللي فيها السي اس اف هنا لونه اسود دي الديفيوجن، واللي فيها سي اس اف ابيض والبون حواليه منقرش هنا البون مش باين اصلا دي الاي دي سي. تمام، لو عندنا الليجن طلع ابيض وفي الاي دي سي طلع اسود يبقى فيها ريستريكشن، يبقى دي اكيوت ستروك، دي ستروك حديثه مش قديمه، دي محتاجه عليك. حاله هنا عندنا الليفت برايتل فيها ليجن باينه في الديفيوجن لونها اسود والاي دي سي ابيض تبقى كرونيك مزمنه مش محتاجه عليك، دي حاجه قديمه اصلا عنده. تمام لحد هنا، هنبدا نشوف صور كده امثله الحالات. هو بيقول الراجل ده عنده 56 سنه وعنده مشاكل دلوقتي في المشي ومش مركز، فما عملنا له ام ار. هنبدا من ناحيه اليمين الاول، عندنا اللي هو التي 1 اللي هو السي اس اف بتاعنا هو لونه اسود، هنلاقي حاجه كده هنا في يعني الصلصاي هنا لا مفروده شويه مش زي الناحيه الثانيه، والسيلفيان فيشر ما مش باين زي الناحيه الثانيه. هنحاول برده عينينا تبقى مقسمه الدنيا قدامنا نصين ونقارن الناحيتين ببعض، وعملنا تيتو لا ده بانت ده في جزء كبير مبطش ابيض. تمام، والفلير باين بزياده كمان، يبقى احنا عرفنا ان هنا ان في ستروك. هنروح مين بقى الديفيوجن والاي دي سي، لونها ابيض وبقت لونها اسود تبقى دي اكيوت ستروك. تمام، والجزء اللي هنا ده واخد الميدل سيريبرال ارتري مكان اللي هو بيغذيه الحته دي اللي هي رايت برايتر. ممكن تبقى ستروك كبيره وممكن يجي عيان فسفوس حاجه اسمها لاكنر انفاركت يشتكي منها اللي هي النقطة الصغننة دي، لكن دي حاجة أقل من سنتي كده صغننة خالص. نفس الحكاية برضه ممكن تبقى أكيوت وممكن تبقى كرونيك. فهي نفس الحكاية، هنلاقي نقطة هنا مش باينة تقريبا في التي 1، في التي 2 لونها أبيض وفي الفلير لونها أبيض. في الديفيوجن لونها أبيض وفي الإي دي سي لونها أسود. تبقى أكيوت لكن الإنفرت دي لسه حديثة برضه، نقطة صغيرة. الكرونيك بقى، العين بقى إيه خلاص عدى وقت بيتابع ظهر له أعراض جديدة وبيعمل، فهنبدا نشوف حاجات قديمه، حاجه بقت مزمنه عنده. الكورونا دي ما بيعدي عليها اسابيع لشهور، تمام؟ اكتر من اسبوعين ثلاثه كده. النكروتيك تيشو الانسجه اللي حصل فيها مشكله بيحصل بتبدا الجسم يمتصها وبيتغلب عليها، بيحصل المخ مش ممكن ان هو يتجدد بطريقه كويسه، بيحصل فيبروزس تليف في المكان ده. فبيحصل حاجه اسمها انكيفالوماليشيا زي تاكل في الجزء ده خلاص، بيحصل فيه فايبروزس. احنا بدل في الاول لما كان الاسكيميا دي عامله ماس افكت وضغطه على اللاترال فينتريكل مثلا حليها لا دي سحبان عشان حصل فايبروزس، انها مش ضغطه دلوقتي دي خفت وحصل فيها ضمور، فبدل الحاجه ما هي ضغطه عليها لا ده انا هسحبها بالانسجه اللي انا عملتها جديده الفايبرز دي بسحبها ناحيتي، فهلاقي اللاترال فينتريكل الحته اللي جنبها تخينه مليانه غير بقيه اللاترال فينتريكل كله على بعضه.
عيان بيقول ان هو عنده 54 سنه وكان عنده اكيوت اسكيميا، الهيستوري بتاعه كان بيتعالج منه من سنتين. تمام، ده سي تي نون كونتراست. بين عندنا هنا جزء هايبودينستي تقريبا نفس الهايبودينستي بتاعه الفنتريكل، فهي بقت كرونيك. شايفين هنا اللاترال فنتريكل الرايت والليفت، هو بدا العكس في الايرلي كانت عندنا ضغط عليه، في الليت لا دي هتسحبه معاها فهتلاقيه واسع. هنا نفس الكلام برضو ال 68 سنه بس هو مش كاتب بقيه الهيستوري بتاعه، فهو نفس الحكايه عندنا لونها تقريبا بقى شبه السي اس اف وهو عنده هيستوري من قبل كده، والانتيرير هورن بتاع الليفت لاترال فنتريكل برضو واسع شويه، اسمها اكس فاكيو فينومينا، يعني اللي هو حاجه اكس فاكيو اسحبها شفطها وكبرها يعني. ده هنا برضو عيان تاني نفس المشكله برضو، هنا بقى دي ام ار الصوره الاولانيه كانت سي تي، الجلطه بدا لونها يتغير شويه بس طبعا مش هنحكم زي السي تي، احنا هنحكم بالمانيفستيشن تانية، والفلير هيساعدنا ان هو الميه هتبقى لونها مسود مش مبيض زي الاول. اللي هيساعدنا اكتر برضو كمان اللي هو الديفيوجن، الصوره اتعكست بقت كانت في الديفيوجن كانت اسود، في الاي دي سي بقت ابيض يبقى كرونيك. نفس الكلام برضو اللي ساعدنا هنا حللنا الموضوع شويه الفلير ان هو بقت هايبو، طبعا معانا اشعاعات قديمه ونفس المكان ومش عارف ايه، تبقى المقارنه اسهل يعني، بس احنا معانا برضو حاجات ممكن تساعدنا اللي هي الديفيوجن برضو هنلاقي ان هي كانت اسود وبقت ابيض. نفس الكلام هنعمل انجيو للعيان عشان خاطر نشوف مكان الجلطه فين، فهنلاقي هنا جزء اللي هو الليفت ميدل سيريبرال ارتري متاكل، غير يعني اليمين سليمه هو زي الفل، الناحيه الثانيه متاكل، فاحنا عندنا مكان الجلطه وكنا عاملين نون كونتراست قبليه باين فيها الاستروك. هنا الجزء اللي هو بيصير سيركوليشن هنا الجاي اللي هم البازيلر ارتري برضو مقفول، ده جزء الاستروك. في اي مشكله؟ تمام. هندخل بقى في جزء تاني من الاستروك، احنا قلنا فيه اسكيميك وفيه هيموراجيك، هندخل على الجزء اللي فيه هيموراجي بقى. انتراكرينيال هيموراج هو اكتيف بليدنج انسايد كرينيال كافيتي، يعني جوه تجويف المخ في نزيف. النزيف ده بنقسمه سواء هو انترا اكزيال جوه المخ نفسه او اكسترا اكزيال من بره البيامتر. قلنا اللي هو انترا سيريبلا وانترا اكزيال اللي هو برين بارينكما جوه المخ او جوه الفنتريكل نفسه، تمام. والاكسترا مقسمينهم اكسترا ديورال بره ديورا ما بينها وما بين البون، وسب ديورال ما بين الديورا والسب اركينويد، وسب اركينويد ما بين السب اركينويد والبيامتر. يبقى قسمينهم ثلاث طبقات وفي مسافات ما بينهم. الصوره هنا مبينه لنا المينينجيس هم قسمها اخضر وازرق واحمر اللي هي الجورا والاراكينويد والبايو. ما بين البون وما بين الجورا عندنا اكسترا جورال او ابيجورال، نفس الكلمه يعني. وما بين الاخضر والازرق اللي هي ما بين الجورا وما بين الاراكينويد اللي هي السب جورال. والسب اراكينويد احنا هنشوفها سواء في الصلصاي داخله جوه الصلصاي ومش داخله جوه البرين، او في السيسترن اللي احنا قلنا عليهم اللي هي مثلا حوالين الجزء الميه اللي حوالين البرين ستيم، او في السيلفيان فيشر اللي احنا قلنا عليه برضو. جوه المخ نفسه قلنا عليه الانترا اكزل سواء انترا بارينكمال حاجه جوه المخ او جوه الفنتركل، ممكن تبقى حاجه في المخ نفسه وبتتدخل بعد كده انترا فنتركلر، مش لازم تبقى هي دي لوحدها ودي لوحدها هي السلايد دي خاصه شويه بالتروما يعني، فاحنا بقول لك ان احنا التروما ان اسهل حاجه عندنا، احنا مش هنعمل ام ار، السي تي ان احنا اسرع وعايزين نعمل سيرفي للعيان، والسي تي هيقول لك احنا بنشخص 3 بي البلد نشوف فيه هيموريج ولا لا او كونتيوجن في كدمات جوه المخ، بنشوف البرين نفسه حصل فيه مشكله ولا لا، وبنشوف البون حصل فيه فراكشر او لا. زي ما احنا قلنا الستروك الاسكيميك كان ليها عمر هايبر اكيوت او اكيوت او كرونيك، نفس الحكايه برضو الهيموريدج لما هشوفه لازم هيبقى ليه عمر، ده لسه جديد ولا حاجه كرونيك. بالنسبه للسي تي هنقسمها اكيوت وسب اكيوت وكرونيك، والثلاث مصطلحات اللي هنستخدمها في الاول اللي هي هايبودنس وايزودنس وهايبردنس هنحط دي جنب دي، يعني الاكيوت اللي هي لسه جديده ولسه فريش هتبقى لونها ابيض قوي هتبقى هايبردنس، السب اكيوت هتبقى ايزودنس المرحله في النص مش لازم تبقى ايزو قوي ممكن تبقى ميكس ما بين الاثنين،
الكرونيك خلاص بقت هايبودنس. مشكله اللي هي الايزودنس دي ان ساعات لو حد لسه جديد شويه في الموضوع ما يلقطوش حسابها برين عادي، اللي بتبقى شبه البرين بالظبط. هنا الصوره قدامنا الحاله اكيوت سب ديورال هيموريدج، فالهيموريدج هنا لونه ابيض وبره اكسترا اكزيال بره البرين تمام. لما بدات تبقى سب اكيوت ادمت شويه بدات يبقى فيها حتت ايزو شويه للبرين، ولون الهايبر دينستي البياض ده بدا يخف. هو ليه علاقه بالهيموجلوبين، الهيموجلوبين بيتحول ليه كذا اسم كده وكذا مرحله، كل ما بيتغير كل ما بيتغير شكله في الصوره كمان. الكورونيك ده خلاص بقى لونه هايبر ما فيهوش حاجه هايبر. في عيانين بيبقى خلاص هو كرونيك وبيتجدد عنده نزيف تاني، فبنقول عليها اكيوت اون توب اوف كرونيك، يعني هو كان كرونيك بس حصل له اكيوت من اول وجديد تمام. فاحنا عيننا كده تاخد بس عليها ان هي بتبقى مهايبره قوي وتبقى ايزو وتبقى هايبر، المراحل او عمر الجلطه النزيف في ايه. نفس الكلام هنا، ده نفس العيان في كذا مرحله. هو كتب هنا عندنا الاكيوت والسب اكيوت والكرونيك، هنحطها جنبهم كده هايبر ايزو وهايبر. فهنا في اول صوره رقم ايه عندنا الجلطه واخده هنا الرايت سالاموس ولونها هايبر من جد قوي تمام. بدات بيه عمرها زاد عدى اسبوع ولا حاجه مثلا هي هايبر، بس حواليها الدنيا بدات تبقى هايبو. هو بيبدا اللون يقل من بره لجوه، يعني بيبقى جوه مفتاح او مبيض اكتر من بره. هنا بدات لقى الدنيا بدات تبقى ايزو، ده هنا ممكن نركز قوي عشان نشوف ان في حاجه في الحته دي. بقت خلاص اولد، بقت كرونيك، بقت لونها اسود، يعني هنا الفنتريكل وفي حته جنبه هنا سودا، دي اولد خلاص تمام. احنا كده بنحدد بس النزيف اللي عندنا ده جديد، العيان محتاج دلوقتي يدخل لدكتور النيورو بسرعه، ولا دي حاجه خلاص بيتابع عليها قديمه ما فيهاش مشكله. واحنا خلاص مذاكره ايه؟ وهي على فكره المفروض النهارده احنا قاعدين لحد الساعه 3، يعني احنا وشطارتنا ان احنا نخلص. على فكره الكلام بعد كده هيعيد بعضه، ناخد استراحه بس هي المنهج بتاعكم ماشي خلاص. هنحاول نخلص قبل الصلاه نهدى بس عشان نخلص. على فكره الجزء اللي بعد كده هتلاقي كل الكلام بيعيد نفسه، يعني ممكن في صور اللي احنا مكرره هنبدا نعديها تاني. بس يا جماعه المفروض ميعادكم، المفروض ميعادنا للساعه 3، يعني سيبكم من المره اللي فاتت ان احنا خلصنا بسرعه. بصوا يا جماعه هو البرين تقيل، البرين تقيل، ما هو بص كام واحد مش شغال سي تي؟ كام واحد مش شغال سي تي؟ كلكم مش شغالين سي تي؟ طب يا جماعه انتوا عارفين منهجكم ايه؟ اصل انا مش جايبلكم حاجه بره المنهج، يعني احنا جايبين لكم المنهج عندنا في ماده اسمها سي تي اناتومي وام ار اناتومي وسي تي باثولوجي وام ار باثولوجي، ده منهجكم. والله انا مش جايبلكم منهج. هو الجدول معاكم يا جماعه ولا مش معاكم؟ طيب ومكتوب في الجدول برين. برضو السلايد دي خاصة بالتروما شوية، النزيف في حالات التروما. الام ار ملوش رول قوي، مش بعتمد عليه، يعني لو جاي سؤال في الامتحان مثلا انه احسن استخدمه عندي حالة تروما هيبقى السي تي، لو عندي حالة تيومر هيبقى ام ار. فدي احنا كده احنا عرفنا ان احنا لو حد بيسألنا حتى كمعلومة يبقى احنا عندنا المعلومة دي. الجدول ده احنا مش مطالبين بيه، ان هو غلس شويه، هو بيوريك عمر النزيف وايه الهيموجلوبين بيبقى اسمه ايه وشكله ايه في تي 1 وفي تي 2 وده بيبقى وقته قد ايه. انا عارفه الحته دي تقيله جدا فانا مش هطالبكم بيها، بس يبقى عندنا برضو ايه فكره وعارفين ايه ان هي النزيف مالوش صوره واحده، لا ده ليه عمر، مع العمر شكله بيتغير. دي صوره هنا برضو مبينه لنا ان هنا الام ار عندنا تي 1 وتي 2 والستيج بتاعنا اللي هو العمر النزيف نفسه، سواء هو جديد قوي فهتبقى مثلا ايزو وبعد كده هايبر مثلا، بعد كده الاكيوت هتبقى ايزو وهايبو، هايبو وهايبو. الكرونيك هتبقى هايبو هايبو، بس مش مشكله ان احنا نعرف الستيج اللي هو موجود هنا في الجدول ده لو حد حابب يعرف. يعني احنا لما قسمنا النزيف وقلنا ليه اماكن انترا اكزيال واكسترا اكزيال، احنا لما جينا سيره الديوره قلنا ان هي
لازقه في السوتشر. السوتشر احنا قلنا عليها في اول محاضره، احنا قلنا البون كل بون فيه سوتشر ماسكه، فالديوره دي ماسكه في السوتشر، فلو حصل نزيف ما بين البون والديوره مش هيعدي السوتشر، هيجي عند السوتشر ويقف. فهيعمل ايه؟ فهو الديوره هيرفعها وهتبقى شكلها عامل كده، هتبقى عامله شبه العدسه. تمام؟ فدي كده ابيديورال. وزي ما انتم شايفين عندنا ان هي في السي تي لونها هايبر دنس، ان هي لسه جديده وماسكه في السوتشر، مكان السوتشر هو معلم لك عليه ان هي واقفه عنده. هنا في اتنين ابيديورال. السب ديورال اللي قلنا ده سبيس مفتوح، فالجلطه واسعه وبتمشي فيه داير ما يدور، فهتلاقيها لونها شكلها زي ما احنا شايفين كده، مش عامل زي العدسه، لا ده داخل لجوه شويه كونكيف. تمام؟ السب ديورال بيبقى اخطر من الابيديورال. الابيديورال محكوم شويه، بيعملوا حاجه اسمها تامبونيت، الغشاء مع العظم بيوقف شويه، يضغط على الشريان اللي بيحصل فينا دي توقفه شويه، لكن السب ديورال دي عنده واسعه وما بيحصلش تامبونيت، فده خطير بيزيد. ده نفس الكلام تاني برضو اللي احنا قلناه في الاولاني، اللي هي الهايبر اكيوت والاكيوت والسب اكيوت، هو العمر الجلطه ولونها من هي هايبر لايزو لهايبودنس. تمام؟ احنا عندنا هنا السب ديورال دي كرونيك، فلونها بقى اسود هايبو، بقى لون تقريبا السي اس اف، بس مش هنحكم عليها زي الجلطه يعني، بس هي عموما بقى لونها هايبو. الحته اللي احنا قلنا عليها اللي ممكن تبقى عندنا خلاص الجلطه خفت بقت كرونيك، بقى لونها اسود، بقت هايبودنس، وحصل فيها لوتش بيضه او حصل فيها ليفل بقت مت ليفل، دي اكيوت ضد كرونيك، ده نزيف الجد التاني، ده محتاج علاج تاني خلاص. اكيوت ضد كرونيك. التاني احنا قلنا ايه؟ السب اكيوت الجلطه بتخف من بره لجوه، بيبقى السنتر اللي جوه هايبر واللي بره من الحروف بيبقى لونه هايبو، لكن هنا بقى ليفل. تمام؟ وحسب كمان الكلينيكال بتاع العيان. السب اركنويد هيمرج احنا قلنا ان هو اللي موجود ما بين الديوره وما بين البيامتر. الكلام تقيل صح؟ بس هو يا جماعه هو البرين حاجه تقيله شويه، لو قلت لكم ده الباثولوجي اللي فيه ده ولا حاجه يعني جنب الباثولوجي اللي احنا دارسينه، ده كده يعني ما يجيش حاجه. فانا حاولت ان ما ينفعش حد يجي لك نيورو مثلا يقول لك ده ده في سب ديورال ولا لا، وانت تقول يعني ايه سب ديورال؟ يعني ايه سب اركنويد؟ الكلام ده بيتقال كتير، اللي هيشتغل بره في البرايفت او في الحكومه او في الجامعه الكلام ده بيحصل كتير جدا مع دكاتره النيورو، ودكاتره النيورو بيجوا يقعدوا جنبكم في الورك ستيشن وبيبقوا احسن مننا وعارفين في الاشعه احسن مننا، صح؟ اكتر مكان بشوف فيه اللي هو سب اركنويد هيمرج الجزء اللي هو انتر هيمسفيريك فيشر، اللي هي ما بين الاثنين فرونتال هورن او الاوكسيبيتال هورن اللي هو الفيشر اللي في النص، والسيلفيان فيشر والسيسترن، دي اكتر اماكن. ان اكتر سبب للسب اركنويد هيمرج الانيوريزم، وبنلاقيه غالبا في السن الصغير. يعني في ناس بتبقى حاجه الانيوريزم ده تمدد وعائي، ممكن تبقى حاجه كونجينيتال مولود بيها، ودي دايما هيجي حد ضغطه عالي لاي سبب وما عندوش اي اعراض في حياته وهيجي وقع في تمرين رياضه، اتعصب فجاه، استرس امتحانات، وشاب صغير ما عندوش اي حاجه، عمره ما اشتكى باي حاجه غير حب الصداع مثلا ولا حاجه، وفجاه جايب نزيف اللي لحقناه وما لحقناهوش. يعني في حالات ربنا بيكرمها وبيلحقوها، وفي حالات للاسف بتتوفى يعني ربنا يرحمها. فاكتر شريان بيحصل فيه الانتر هيمسفيريك فيشر اللي هو الانتيرور سيريبرال ارتري، والسيلفيان فيشر عند مكان الميدل سيريبرال ارتري. هنا كده منظر السي تي وزاويه كونتراست، شايفين حاجات قد ايه مبيضه، بس الحاجات دي ايه؟ ماشيه مع الصلصاي. فاللي ماشي مع الصلصاي ده هو السب اركنويد سبيس. تمام؟ وماشيه كمان في الانتر هيمسفيريك فيشر اللي هو اللي قدام ده. ساعات في ناس احنا قلنا الفالكس ده بيبقى ساعات كالسيفايد، في ناس بتتلخبط ما بينه الحاجات احنا قلنا عليها نورمال كالسيفيكيشن ما بينه وبين البون. هنقلب بون ويندو ونشوف شكلها دي كده فعلا شكلها بون ولا لا. النزيف ده ممكن يحصل ليه مضاعفات، يعني حاجات تانية غير النزيف معايا، ممكن اسبابه زي الانيوريزم اللي احنا قلنا عليه، الهيماتوما نفسها اللي هي هيحصل فيها زي كدمه دمويه، او نتيجه ان الدم ده حصل قفل شريان او قطع شريان معاه او اي حاجه هيحصل انفاركشن، او الدم ده سد الفنتريكل هيحصل هيدروكيفلس. الانيوريزم احنا قلنا الانيوريزم ده تمدد وعائي، ممكن يبقى كونجنيتال وممكن يبقى اكوايرد، يعني هو مولود بيه او اي سبب
مرض حصل في الجدار الوعاء الدموي نفسه سواء أثيروسكليروز صلب شرايين ضعف الشريان فحصل فيه انيوريزم او حصل اي التهاب من انواع الالتهابات اللي ممكن تحصل في المخ بتاثر برضو على الجدار بتاع الشريان. هنا امثله بدا هنا ورينا صور انجيو هنا في انيوريزم اهو صغير موجود في ناحيه الليفت سايد تمام. هو مش شرط يبقى انيوريزم حاجه كبيره عشان اشوفها, هو ممكن يبقى حاجه صغيره جدا والصغير ده ممكن يعمل مصيبه كبيره. يعني في الام ار لينا برضو مثال هنا الصوره عندنا اللي هو كبير قوي ده كل ده انيوريزم. نفس الكلام هنا برضو نفس الصوره بس مقاطع مختلفه كرونال وساجيتال. هنا برضو انيوريزم تاني صغير ناحيه الرايت. هنا بيورينا ان الحاله المفروض دي كان فيها نزيف وبيورينا اللي هي حصل كومبليكيشن عندنا اللي هي هيدروكيفلوس. احنا شايفين هنا مثلا حاجه زي التمبرال الهورن اللي احنا قلنا عليه هو تقريبا مقفول في الحاله الطبيعيه يعني المفروض مع الوقت بدا يحصل فيه تمدد بدا يكبر. يعني المفروض ده مش منظر التمبرال هورن, اول ما الاقيه واسع كده يبقى فيه سبب عندي حاجه قافله من تحت فالميه طالعه لفوق. زي ما احنا قلنا برضو الشريان اللي اتقطع ده ممكن هو عنده اصلا مشكله في الشرايين فبدا عندنا بوتش الهايبو دي اللي هي الانفاركشن اللي احنا قلنا عليها قبل كده. ده منظر الانيوريزم ده سي تي ويز كونتراست الوول اللي هو الانهانس ده بتاع الانيوريزم واللي جوه ده البلاد اللي جواه وفي عندنا هنا نزيف سب اراكينويد زي ما احنا قلنا. وهنا برضو كون عندنا نزيف هيماتوما كبيره انترا اكزيال دي جلطه دمويه موجوده جوه المخ وبدات كمان انها تتسرب من جوه المخ تدخل جوه الفنتريكل. احنا شايفين الفنتريكل هنا جواه كمان نزيف وبدات تعمل شيفت شويه ودي كده برضو هنا ايه العيان ده عنده مشكله كبيره مش مشكله صغيره. دي حاجه كده برضو عشان احنا قلنا الاي في ام فحبيت احط لكم صوره للاي في ام وعامله هنا شويه نزيف ده هنا ودي وزاوت كونتراست وهنا ويز كونتراست. الاي في ام ده وايده شريان وفاتحين على بعض سواء هو حصل له برضو كونجنيتال اتولد بيه ممكن تبقى شعرايه صغيره مش باينه او حاجه كبيره زي دي او حصل مشكله وشريان ووريد فتحوا على بعض دي ممكن تحصل في اي حته في الجسم الاي في ام. الانترا اكزيال هيمور زي ما احنا قلنا ده نزيف جوه المخ. طب احنا الجزء الاولاني اللي كنا بنتكلم عنه ده اللي هو الاكسترا اكزيال اللي هو بره المخ. فهنا مثلا واخد جزء هنا البيزال جانجليا واخد من اللينتي فورم هنا والانترنال كبسول وفي حته هيموريدج ايرلي اللي هي هايبر دنس ده سي تي. وهنا واحده ثانيه في الرايت بارايتال وهنا جزء في السيربيلم كبير في جلطه محترمه كبيره فيها هيموريدج كبير. ودي صوره شبه اللي فاتت برضو اللي احنا قلنا عليها ان هي واخده كمان جوه اللي هو الانترا اكزيال جوه البرين بارينكما وسرسبت كمان داخل جوه الفنتركل جوه الثيرد وجوه اللاترال فنتركل. كده خلصنا الاستروك سواء اسكيميك او هيموراجيك. في مشكله في الجزء ده؟ اتفضل. الايه؟ لا هو ده حاجه وده حاجه يعني مش هتعرفه بالاشعه بالطريقه دي يعني في البرين اصل ما فيش في البرين فيستولا. هي دي انواع من انواع الفيستولا هي من انواع الفيستولا بس هي مش فيستولا فيها بالظبط كده. اه تاني مرض هنتكلم عنه انا هجيب له سلايد واحده. هو مرض شهير وليه اعمار معينه ومش بنأكده كمان الا بالتحاليل. يعني احنا حتى ان ما بنشوفه في العيان بيكتب حاجه دي ده جروب كبير من الديزيز كبير جدا اسمه دي مايلينيتنج ديزيز. اشهر حاجه فيهم الام اس حد قال الام اس خلي حضرتك تقريبا فالام اس ده اشهر حاجه في الدي مايلينيتنج ديزيز. انا جايبها لها سلايد واحده عشان نعرفها. هي الصوره الكاركترستيك ليها اللي هي النقط اللي احنا كنا شايفينها اللي احنا كنا بنقارن ما بينها وما بين البيتس لا دي موجوده عموديه على اللاترال فنتركل فبيسموها اسم كده اسمها داوسون فينجر مش مشكله الاسم بس نبقى عارفين شكلها. عشان بيبقى في حاجات دي نقط صغيره في واحده منها بتبقى كبيره بتبقى شبه الماس وليها تفرقه بس طبعا يعني مش مهمه بالنسبه لك. يعني هي بيبقى ليها بتبقى رينج ورينج دي نص رينج ومش مقفوله كلها على بعضها يعني ليها مواصفات. تاني حاجه برضو ارجنت بتجي لنا البرين انفكشن. البرين انفكشن حسب المكان اللي هيحصل فيه الانفكشن. فلو البرين نفسها هتبقى اسمها انكيفالايتس. ايتس يعني انفلاميشن تمام. ولو المننجيس الاخشيه حوالين البرين مننجايتس. الفحص ده لازم يتعمل بصبغه ما ينفعش عيان يجي من الحميات او يجي في اي مكان شاكين في مننجايتس او انكفالايتس ونعمله من غير صبغه العيان ما استفادش حاجه.
زودنا هنا في السلايد دي المايلايتس لو الانفلاميشن في السباينال كورد كمان وابسس اللي هو الخراج نكون كمان خراج مع الانفلاميشن. ده عيان هنا في الام ار في انهانسنج كده في جزء من التيمبرال لوب وهنا في الجزء الام ار في التيمبرال لوب فيه انهانسمنت وهنا في السي تي بقى في حاجه رينج حاجه مدوره والوول بتاعها في انهانسمنت ده ابسس. هنا دي صوره تانية دي برضو رينج من جواها فلويد لونه اسود والرينج من حواليها مهيبره في تيومر بيبقى برضو رينج وانهانسنج بس مش هنلاقي رينج الشريط بتاعها رفيع ونقدر نرسمه بايدينا وما فيهوش نجوم ما فيهوش حاجات مكعوره كده لا الابسس بيبقى سموث وفي ساعات حاجات صعبه ولازم تاخد منها بايوبسي يعني برضو ما بنشخصهاش الا بالبايوبسي. ده منظر تاني برضو برين ابسس واحد وهنا في كذا واحد صغير. المننجات زي احنا قلنا اللي هو المننجيس نفسها فهنلاقي لازم كونتراست وهنلاقي المننجيس كلها انهانس بالطريقه دي سواء بحاجه اسمها باكي مننجل مش مشكله يعني بس هي تبقى ديورا والاراكينويد هي الانهانسد فباسمها باكي مننجل وليبتو مننجل اللي هي الاراكينويد والبايا هي بس مش مشكله هو في المننجيس انهانسد وخلاص. الفنتركل نفسه الوول بتاعه ده هي دي حاله مركبه شنط وحصل انفكشن في نقطة اير اللي هي الصغيرة خالص دي مكان الشنط اللي متركبة وفي الوول بتاعه كله انهانسنج ده حصل فنتركولايتس حصل انفلاميشن في الوول نفسه بتاع الفنتركل بتبقى كومبليكيشن يعني بتحصل كتير مع الناس اللي مركبين شنط ده بيبقى مية زيادة عندهم يعني بيركب شنط عشان يصرف المية دي. التروما بقى هنحس ان الكلام كله متكرر بس أهم حاجة عندي ان التروما العين تروما هدخله سي تي ولا ام ار؟ سيتي الحاله ارجنت وعايزه اخلصها بسرعه وعايزه اتاكد من نزيف ومكانه فين والفراكشر والكلام اللي احنا قلناه ده كله فهلاقي كل الصور اللي قبل كده في حاجات شبه متكرره معانا تاني عشان توضح لنا المعلومه بس خلاص احنا عندنا الليجن هتبقى موجوده عندنا اكسترا اكزيال او انترا اكزيال. حاجات اكسترا اكزيال هي ايه الهيماتومات اللي احنا قلنا عليه سب ديورال ايبي ديورال سب اراكينويد والانترا اللي هي بتاع ده الانترا سيريبرال هيماتوما او كونتيوجن وممكن برضو ان احنا نقول ممكن تدخل جوه الفنتريكل واللي عندنا مهم طبعا البون فيه فراكشر ولا لا. الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده بس زياده عليها مثلا ايه هنا عندنا هنا ايبيديورال اللي هي قلنا شكلها عامل زي العدسه ومش بتعدي السوتشر وفي بره هنا لو اخدنا بالنا بره البون في عندنا حته كده برضو مبيضيه دي هما كالفاريال هيماتوما تمام دي من بره دي هي الكادمه اللي احنا بنبقى شايفينها اللي متعوره دي. نفس الحكايه برضو صوره ام ار وعندنا هنا سب اكيوت هيماتوما اللي برضو لونها شبه العدسه تمام. هنا برضو صوره سب ديورال هيماتوما الكلام بيعيد بعضه خلاص بالنسبه لنا. احنا عندنا هنا الكونتيوجن دي جوه البرين انترا اكزيال ده واحد بلتس بقى او خرطوشه او اي حاجه فكانت في حادثه فاحنا هنا عندنا من بره السوفت تيش وبقى فيه هيماتوما من ناحيتين المكان ما دخل ومكان ما جماعه ركزوا معايا لو سمحتوا عشان نخلص. وحصل كومبليكيشن عندنا الحاجات اللي هي عامله ارتيفاكت دي زي احنا قلنا في الاول الميتال اللي احنا قلناها في نقط سودا دي اير الاير اللي دخل من بره ومن جوه مع الخرطوشه اللي دخلت وبقى عندنا فيه كمان لو اخذنا بالنا الارتيفاكت عندنا هنا شايفين الجزء فيه ارتيفاكتات قد ايه حوالين اللي احنا قلنا عليه الارتيفاكت الاولاني اللي هي من العيوب اللي ممكن تحصل منه يعني. وفي عندنا هيموريج سواء انترا اكزيال جوه البرين نفسه او جوه الفنتريكل. ده عيان تاني بقى ايه عنده كذا نوع نزيف سواء هنا انترا اكزيال سواء سب اراكينويد اللي هو متشعب مع الصلصاي او سواء سب ديورال تمام. هنا برضو دي هنا اللي شكلها عامل زي العدسه قلنا اللي هي ايبيديورال وفي عندنا هنا الهيماتوما ولو قلبناها بون ويندو هنلاقي تحت الهيماتوما في فراكشر محترم عشان كده قلنا لازم يعني تبقى واخده على السوتشر وعلى الفراكشر عشان نقدر نفرقهم عن بعض كده. احنا جزء التروما تمام ولا في اي مشكله؟ جزء الكونجينيتال انا عارفه ان هو تقيل جدا بس في حد ما سالني على حاجه كونجينيتال انا مش فاكره مين فانا قلت ايه اشهر حاجات كونجينيتال هناخد عليها بس نبقى حتى ايه لما نسمع اسمها ما نبقاش مستغربينه يعني حتى لو ايه لو في الاخر قلنا لكم مش نفوتها في المراجعات ان شاء الله هنفوتها يعني بس ايه نبقوا عارفين لما حد يقولها لنا نبقوا عارفينها يعني. عندنا هنا التيمبرال لوب في قدامه حاجه فيها فلويد ده سيست تمام اشهر سيست بتحصل حاجه اسمها اراكينويد سيست بيطلع من السب اراكينويد سبيس بيحصل سيست كده
بنفرقها من حاجه اسمها الابيدرمويد، وده مش مشكله بنعملها ديفيوجن فيها ريستريكشن ولا لا. الاركينويد فلويد فالسائل بيتحرك بسهوله فما فيهوش ريستريكشن. الابيدرمويد بنلاقيها ميد لاين شويه وبيحصل فيها ريستريكشن ان فيها سيل، تمام، الكونتنت بتاعتها مش ميه بس. فدي فرقناهم الاثنين عن بعض، يعني دي الاثنين كونجنتال. حاجه مشهوره برضو بتحصل في الاطفال اسمها كاياري مالفورميشن، ليه 4 أو 5 انواع تقريبا. انا مش عايزاك تعرف حاجه فيها بس، الا عندنا الكاياري ده جزء من السيريبيلوم، هي سيريبيلا تونسل، او ممكن كمان جزء من البرين ستيم يعدي من الفورام المقدم. ده الفتحه اللي بيعدي منها السباينال كورد اللي يكمل تحت من 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 اول المضله لحد تحت. فلو حاجه نزلت المفروض السبيس ده فيه فلويد حوالين الكورد، لو حاجه نزلت تونسل او جزء من البرين عدى وزنق في الحته دي هيعمل ايه؟ هيموت جزء من جذع المخ، هيموت جزء من الكورد. هو هنا بوريك ان احنا ايه بنقيس من في الساجيتال، نخليها يعني 100 ساجيتال، وبنقيس خط وبنقيس الحته اللي نازله من تحت لحد 5 مللي، ممكن اكسبتد اكتر من كده نوت اكسبتد يعني. هنا هو شايفين الصوره في الناحيتين، هنا حصل هرنيشن اللي الخط رسمناه هنا، حاليا في جزء تونسل كبير معدي من تحت، تمام. حصل جوه الكورد هنا ايه سيرينجز، جزء منه مات، حصل فيها زي انفاركشن، حاجه قفلناها، تمام. فده كده احنا عندنا العين هيتشل. فده نوع، ده هتلاقي الطفل وعنده المشكله دي. ده نوع تاني منه بس بيبقى معاه غير اللي فوق اللي احنا شايفين فيه الهرنيشن، في حاجه اسمها منينجيو سيل، بيبقى كيس كده في من ورا فاتح على السي اس اف، تمام. الانواع التانيه ما اتكلمناش عنها، انا بس عايزكم تبقوا عندكم فكره عن حاجات الكونجنتال، يعني ده ديزيز مهم في البرين من ضمنها الكونجنتال ديزيز. الداندي ووكر ده برضو ديزيز بيحصل، اشهر واحد بيحصل في البوستيرير فوسا، بيكون من 3 حاجات. السيريبيلوم احنا قلنا ان هما 2 لوب، وفي حته ماسكهم اسمها فيربس، الفيربس دي ما اتكونتش حلو، صغيره، تمام. وفي الجزء ورا اللي هو السي اس اف اللي وراه حصل فيه كبر وفتح تقريبا على الفورس فينتريكل، فشكله بيبقى زي الصوره الاولانيه، الفيربس صغير واللي هي السيسترنا ماجنا وسعت، هتبقى اسمها ميجا سيسترنا ماجنا، وفتح الفورس فينتريكل. في حاجات شبهها بس هي داندي ووكر فاريانت، مش مشكله. انا بس نبقى الكلام ده لو اتقال قدامنا يبقوا عارفين ان مش اي واحده عنده البوستيرير فوسه كبيره هيقول لها داندي ووكر. يعني لو سيربيلا نورمال والفورس فينتريكل نورمال يبقى ده ميجا سيسترنا ماجنا، هي سيسترنا ماجنا بس اللي وراها هي اللي كبيره، تمام. لو الفيرمس نفسه بس اللي ما اتكونش، بس البوستيرو فوسه كويسه والفورس فينتريكل مثلا كويس، يبقى هي سيريبيلر فيرمس هايبوبليزيا. طب دي حاجات بنفرقها من الدانجي ووكر، حاجه بس لمعلوماتنا مش هنتقل عليها قوي يعني، ممكن بس حتى نعرف اساميهم بس. هنا صوره للدانجي ووكر، باينه هنا الفيرمس بقى صغير خالص، البوستيرو فوسه السيستما بقت واسعه، باينه في الصورتين هنا، والفورس فينتريكل فتح اللي هو ما بين البرين ستيم والسيريبيلم فتح في البوستيرو فوسه. ده داندي ووكر، حد كان سال عليه مره فاتت بس انا مش فاكره مين. المره الثانيه برضه هولو بروزن كيفلي، ان حاجات المخ ما تقفلش مع بعضها، ليها درجات برضه من اول النورمال لحد ما الدنيا بتفتح، حته صغيره مفتوحه، حته اكبر، حته مفتوحه خالص، وساعات بتوصل للمرحله اللي احنا شايفينها دي، يبقى جزء بس السلاماي هما اللي ماسكين في بعض وبيت البرين كله فتح على بعض، تمام؟ مش مشكله. مختلفة عن الهيدروكيفلس، الأطفال ممكن الأكوي دكت زي ما احنا قلنا من تحت تتقفل، حفلنا صرف من تحت، هنلاقي كله دايليتد، الفنتركل كلها دايليتد. عندنا حاجة تاني اسمها كيفالوسيل، كيفالوسيل كيفالو يعني جزء من المخ، سيل عمل كيس وطلع بره، هرنيشن، ديفكت، سواء الديفكت ده أي حاجة بقى في المخ، طلعت منه البرين تشو. الجراح بيطلبها مننا، الهدف إن هو عايز يعمل ريدكشن، عايز يعرف إن عندي جزء ده برين طلع ولا سي اس اف بس ولا إيه بالظبط اللي طالع يعني. اللي احنا قلناها المره اللي فاتت الكورباس كالوزم، اللي هي احنا قلنا متكونه من جينيو وبودي وسبلينيو، وفي جزء صغنن خالص تحت كده اسمه روسترام، بس مش مشكله يعني. فالكورباس كالوزم ده لو ما اتكونش ممكن يبقى جزء بس ما اتكونش او كله ما اتكونش. في ناس مولوده بيه وعايشه بيه وما عندهاش مشاكل خالص، وفي ناس بيحصل لها مشاكل. احنا هنعرفه منين؟ اول حاجه احنا عندنا هنا في الساجيتال هنلاقي يعني السرسايج راديتنج بطريقه مختلفه عن النورمال اللي احنا واخدين عليه، واللاترال فنتريكل الهورن بتوعه بيبقوا عاملين كانهم قرون، واللاترال فنتريكل ما بيبقوش عاملين زي شكل المستين اللي داخلين على بعض، لا بقى الاثنين بارل لبعض، ده منظر ده مش طبيعي، لان لما الاقيه ده عنده كورباس كالوزم. المشكله ايه في حياه الكونجينيتال؟ ان هو عنده كورباس كالوزم عايش بيه كويس، بس مش مشكله في الكورباس كالوزم، المشكله ان العيالين دول بيبقى عندهم حاجات
تانيه ودي من ضمن، فممكن دي تنبهني ان ده يعني اسمها ايه سندروم. بيبقى السندروم ده بيبقى مجموعه امراض مع بعضها، فانا لو شفت دي لازم هدور على حاجه تانيه. فاي مرض من امراض المخ يعني الحاجات الكونجنيتال مش بيبقى مرض لوحده، ممكن يبقى كذا مرض تاني. بس خلاص كده خلاص. حد عنده اي سؤال الاول؟ تمام الغياب بس لا ناخدها تاني معلش. استنى يا جماعه عشان ناخد الغياب 5 دقايق ناخد الغياب. جماعه نهدى 5 دقايق شويه نمشي نهدى 5 دقايق. شكرا لك.